على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشه التلفزيون المصري من خلال القناه الاولى والفضائيه المصريه اهلا بيكم في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر صباح الخير يا محمد صباح الفل عليك يا منى صباح الخير والسعاده والرضا على حضراتكم في كل مكان صباح الخير على كل اهلنا وناسنا واجمل ما في بلدنا الفلاح المصري الفلاح المصري كان دايما في الصفوف الاولى للدفاع عن ارضه دوره كان اساسي في تامين احتياجات البلد الغذائيه في مواجهه اي خطر بيهددها بالجوع عشان كده استمراره في الزراعه هو اللي حمى البلد دي في اصعب الظروف. النهارده مع حضراتكم هنحتفل ونتكلم عن عيد الفلاح ال 72، العيد اللي احنا بنحتفل بيه في كل يوم 9 سبتمبر وبدا الاحتفال بيه سنه 1952، وقتها لو حضراتكم فاكرين صدر قانون الاصلاح الزراعي بعد ثوره يوليو. القانون ده الحقيقه غير من حياه الفلاحين تماما كان بدايه لتوزيع الاراضي على صغار الفلاحين وبدايه كده لتحقيق العدل في المجتمع المصري كان ليه تاثير كبير جدا على قطاع الزراعه في مصر خمس فدادين دي واحد من الاغاني صحيح. اللي كانت بتتغنى ويعني يمكن تربينا وسمعناها طول عمرنا بالاضافه لاغاني كتير تانية اتكلمت عن الفلاح خطوه فعلا ووجد مشوار طويل من المجهود والتضحيات والشقه والتعب اللي قدمه الفلاح المصري من وقتها وتاريخ الفلاح مليان تحديات ومليان كمان انجازات زي ما كنت بقول يمكن الدراما والافلام والاغاني كانت دايما بتبين حياه الفلاحين زي مثلا فيلم الارض وفيلم دعاء الكروان وطبعا اغاني كتير اتغنت للفلاح وسمعناها وكانت مرتبطه عندنا كمان ببعض المواسم زي مواسم الحصاد وبرغم التطورات ده اللي شفناها في سنين لكن نقدر نقول ان في طفره كبيره جدا وتكنولوجيا دخلت في حياه الفلاحين دلوقتي عندنا طرق حديثه في الزراعه عندنا رأي بالتنقيط استخدام اسمده مطوره حاجات كتير هدفها الاول دعم الفلاح وتحسين معيشته وتسهيلها كمان صحيحه منا من الاغاني والدراما اللي جسدت حياه الفلاح المصري للتاريخ لو قلبنا كده كتب التاريخ هنكتشف انه من الثابت تاريخيا ان الفلاح المصري كان ليه ادوار مهمه جدا ومحوريه في كثير من الاحداث اللي مرت بتاريخ مصر خلال الفتره الماضيه هو اللي خاض معارك كتيره جدا معارك ضد الاحتلال ضد الاقطاع والآن أو في الفترة الحالية، القطاع الزراعي كلنا واخدين بالنا إنه ليه دور كبير جدا في الاقتصاد المصري. بلغة الأرقام كده، القطاع الزراعي في مصر حالياً بيشكل حوالي 14.7% من إجمالي الناتج القومي، بيشتغل فيه حوالي 8 مليون و ألف شخص. في شك ان الدوله المصريه بتهتم بشكل كبير جدا بدعم الفلاحين زي ما شفنا مثلا في زياده التمويل للمشاريع الزراعيه الزراعيه كمان تطوير مراكز تجميع الالبان الكلام عن الصناعات الزراعيه القرارات الرئاسيه اللي صدرت خاصه باعفاء المزارعين المتعثرين من سداد فوائد الغرامات طبعا عندنا كمان تفعيل منظومه كارت الفلاح وتحويله لكارت ميزه المالي ودي طبعا خطوه مهمه جدا في اتجاه تحقيق الشمول المالي يمكن نقول ان الاهتمام بالقطاع الزراعي وبالفلاحين باين في كل المبادرات وفي كل الخدمات الجديده عشان كده احتفال مصر بعيد الفلاح كل سنه بيبقى تكريم له على جهده المتواصل عبر الاف السنين لان طول عمرنا احنا عارفين ان مصر طبعا في البدايه كانت دول دوله زراعيه قبل ما تبقى بقى دوله متعدده المصادر وطبعا احنا بنتكلم عن ان في دور كبير الفلاح بيلعبه في التنميه الاقتصاديه وفي تحقيق الامن الغذائي لنا والبلد ده صباح الخير كل سنه وكل فلاحين مصر طيبين ونصبح على حضراتكم صباحكم كله خير وهنا ورزق صباح الخير يا مصر. محلاها عيشة الفلاح تحيه لكل فلاحين اللي موجودين في مصر واهلنا من المزارعين بمناسبه عيد الفلاح 72 النهارده خلونا دلوقتي نصبح على دينا شرف ونتعرف منها على اخر اخبار المرور والطقس في القاهره والمحافظات صباح الفل عليك يا دينا. صباح الخير يا محمد صباح الخير يا منى صباح السعاده والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان الايام اللي فاتت كنا كل يوم نسالك اخبار الطقس ايه يا دينا النهارده اخبار المرور عامل ايه هو طبعا لا احنا في شوارع ما احنا واضح من امبارح ان احنا طبعا في ازدحام خصوصا ان احنا قبل بدايه العام الدراسي <applause> وكده الناس بتكون متواجده في الشارع بشكل كبير لكن هو بالنسبه كمان بس للطقس هو في ارتفاعات يعني من اربع لخمس درجات ريتني ما حتى الجمعه الجايه انا كنت خايفه منك بصراحه <applause> ريتني ما سالتك يا دينا اتفضلي يا على حضراتكم مره ثانيه في البداية نستعرض معكم أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر هنبدأ معاكم جولتنا من محافظة القاهرة وتحديدا من شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مرورية هنفضل متجهين لحد ما نوصل لتقاطع شارع صلاح سالم وهناك هيكون فيه برضو كثافات بسيطة عند كوبري الجلاء هنلاقي في سيولة مرية مكملة لطريق العروبة كورنيش النيل اللي جاي من المظلات في كثافات نسبية أو مرورية كمان بسيطة متحركة ومستمرة لحد وسط البلد ناخد بالنا ان في غلق كلي لمسطح كوبري التسعين بالاتجاه من محور التسعين الجنوبي تجاه طريق الدائري مع اجراء بعض التحولات المروريه اللازمه للقادم من محور التسعين الجنوبي تجاه طريق الدائري هيسلك مطلع الكوبري التسعين واستخدام مطالع ومنازل كوبري التسعين وصولا للطريق الدائري واتجاه طريق السويس طبعا الاعمال دي مستمره لحد يوم 20 سبتمبر ومن القاهرة نروح معاكم محافظة الجيزة، محور 26 يوليو بيشهد في الطريق القادم من اكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان كثافات مرورية، وبيشهد كمان الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء في تباطؤ في حركة السيارات. في بعض الكثافات أعلى دائري المريوطية المتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي حتى حدائق الأهرام وصولا الى ميدان الرمايه نروح معاكم لمحافظة المنيا وفي سيولة مرية في عدد كبير من الطرق، طريق الشيخ فضل في سيولة مرية على طول الطريق ما عدا بعض الكثافات البسيطة، أما طريق المينيا مغاغة ففي بعض الكثافات البسيطة الغير مؤثرة، طريق الصحراوي الشرقي في كثافات مرورية بسيطة. ونكمل جولتنا ونروح محافظة الشرقية والطريق من العاشر من رمضان إلى مدينة الزقازيق في سيولة مرية ما عدا بعض التكدسات عند مدخل مدينة الزقازيق، أما الطريق من العاشر متجه إلى مدينة العبور من خلال بلبيس ففي حالة من السيولة المرية. ومن جولتنا في شوارع مصر المختلفة اطمئنان على حياة المرور خلونا ناخدكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس، كشفت الهيئه العامه للارصاد الجويه ان البلاد ستشهد تغيرات مفاجئه في حاله الطقس ومن المتوقع حدوث ارتفاع في درجات الحراره على اغلب الانحاء بقيم تتراوح من 4 لخمس درجات بدايه من النهارده ولحد الجمعه الجايه درجه الحراره العظمى النهارده في القاهره هتكون 35 درجه اقل درجه حراره هتكون في مطروح 31 درجه واسوان العظمى هتكون فيها 40 درجه هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شويه بالأمس توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة إلى أبطال مصر في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 اللي رفعوا اسم مصر عاليا في الفعاليات الدولية محمد المنياوي الحائز على الميداليه الذهبيه في رفع الاثقال، رحاب رضوان الحائزه على الميداليه الذهبيه في رفع الاثقال، محمد صبحي الحائز على الميداليه الفضيه في رفع الاثقال، فاطمه محروس الحائزه على الميداليه الفضيه في رفع الاثقال، صفاء حسن الحائزه على الميداليه البرونزيه في رفع الاثقال، ناديه فكري الحائزه على الميداليه البرونزيه في رفع الاثقال، المنتخب البارالمبي للكره الطائره الحائز على الميداليه البرونزيه الرئيس السيسي قال عبر حساباته الرسميه بمواقع التواصل الاجتماعي لقد مثلت نجاحاتكم علامات مضيئه لمصر واثباتا ان المصريين قادرون دوما علي التحدي وتخطي الصعاب فحقا ان عزيمتكم واصراركم مبعث فخر لابناء هذا الوطن الكريم نكمل معاكم باقي الاحداث اللي حصلت امبارح من بينها الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي والدكتور عصام بن سعيد وزير الدوله عضو مجلس الوزراء السعودي. وشاهد اللقاء تاكيد الاهميه اللي يكتسبها التعاون المشترك والتنسيق المكثف بين مصر والسعوديه في مواجهه التحديات والمخاطر الامنيه المشتركه خاصه في مجال مواجهه التنظيمات الارهابيه والمتطرفه. امبارح كمان اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجاره الخارجيه لاستعراض محاور استراتيجيه النهوض بقطاع الاستثمار والتجاره خلال الفتره المقبله في اطار رؤيه مصر 2030. اخبار كتير حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخليه السعودي والدكتور عصام بن سعيد وزير الدوله عضو مجلس الوزراء السعودي وده بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخليه بالاضافه للسفير صالح بن عيد الحصيني سفير السعوديه بالقاهره شهد اللقاء تأكيد الأهمية اللي بيكتسبها التعاون المشترك والتنسيق المكثف بين مصر والسعودية في مواجهة التحديات والمخاطر الأمنية المشتركة اللي بتفرزها ظروف المنطقة، خاصة في مجال مواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة والجريمة المنظمة العابرة للحدود. فضلاً عن تصاعد الجرائم الإلكترونية، وهو ما يمثل تحدي كبير يتطلب تكامل الجهود للحد من هذه المخاطر اللي أضحت تتخذ أنماط جديدة ومتغيرة بما يفرض مواصلة التطوير والتدريب المشترك لمواكبة تلك المتغيرات وتعزيز جهود حفظ الأمن والاستقرار. امبارح اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجاره الخارجيه، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه السفير احمد فهمي ان الاجتماع شهد استعراض محاور استراتيجيه النهوض بقطاع الاستثمار والتجاره خلال الفتره المقبله في اطار رؤيه مصر 2030 اللي تم اعدادها بالشراكه والحوار بين مختلف اطراف العمليه الاستثماريه والتجاريه في مصر. وحيث تتضمن الاستراتيجية هدف رئيسي يتمثل في تحقيق تقدم ملموس وواسع في ملفي الاستثمار والتصدير من خلال خطط موسعة لجذب الكيانات الاستثمارية الكبرى في العالم للاستثمار في مصر في عدة قطاعات، خاصة القطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي للدولة. فضلا عن تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري اعتمادا على استقرار السياسات النقدية والمالية وتعزيز الالتزام بوثيقة سياسة ملكية الدولة اللي بتهدف لتقوية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتوفير البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات. فضلا عن فتح أسواق جديدة للتصدير بالتعاون والتنسيق مع المجالس التصديرية ومجالس الأعمال المشتركة. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومه بالعاصمه الاداريه الجديده اجتماع مع ايمانويل نيران كندي رائب رئيس مؤسسه التمويل الدوليه للحلول الشامله والوفد المرافق له لاستعراض التطورات الخاصه بملف اداره وتشغيل المطارات من خلال القطاع الخاص. واكد مدبولي علاقات التعاون الوثيقه بين الحكومه المصريه ومجموعه البنك الدولي ومؤسسه التمويل الدوليه التابعه للبنك. مشيراً إلى أن المحفظة الاستثمارية لمشروعات مؤسسة التمويل الدولية في مصر تخطت 2 مليار دولار في القطاعات المختلفة. كما أوضح رئيس الوزراء أن أبرز القطاعات اللي بيشملها التعاون بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي هي التعليم والصحة والطاقة والبنية التحتية والصناعة وهي مجالات استراتيجية بتمثل أولوية قصوى بالنسبة للدولة المصرية في رؤية 2030 وأيضاً في برنامج الحكومة للسنوات الثلاثة المقبلة. امبارح ايضا المتحدث العسكري للقوات المسلحه نشر على صفحته الرسميه على فيسبوك انه تنفيذا لتوجيهات القياده السياسيه نحو بناء الشخصيه المصريه في ظل استراتيجيه الجمهوريه الجديده وفي اطار حرص القياده العامه للقوات المسلحه على التعاون مع مختلف مؤسسات الدوله للمساهمه في اعداد الكوادر الوطنيه المسلحه بالعلم والمعرفه لتحقيق اهداف التنميه المستدامه. نظمت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة بالتعاون مع المجلس الوطني للتدريب والتعليم فعاليات البرنامج الوطني استراتيجية تنمية القيادة الوطنية واللي عقد على مدار أربعة أيام خلال شهر سبتمبر الجاري فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أعرب عن ترحيب الأزهر الشريف بمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنمية البشرية تحت شعار بداية جديدة لبناء الإنسان والتي تهدف إلى الارتقاء بالمواطن المصري وتحسين الخدمات المقدمة له في مجالات التعليم والصحة والرياضة والثقافة. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وتحيه طيبه وبعد فيسر الازهر الشريف ان يرحب بالمبادره الكريمه التي اطلقت برعايه كريمه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه للتنميه البشريه تحت شعار بدايه جديده لبناء الانسان والتي تهدف الى الارتقاء بالمواطن المصري، وتحسين الخدمات المقدمه له في مجالات التعليم والصحه والرياضه والثقافه. وتيسيرها للمواطنين لتطوير مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المتجدده. وذلك لاستعاده منظومه القيم والاخلاق المصريه الاصيله، التي تليق بتاريخ هذا الشعب ودينه وحضارته. كما يسر الازهر الشريف ان يعلن عن مشاركته في هذه المبادره المهمه من خلال قطاعاته المختلفه واداراته المنتشره على مستوى الجمهوريه انطلاقا من واجبه الديني والمجتمعي ودوره الوطني في النهوض بالاطار الاخلاقي للمجتمع خاصه في ظل الظروف الصعبه التي يتعرض فيها ابناؤنا وشبابنا لغزو ثقافي مسموم وغير مسبوق يستهدف القضاء على هويتهم ويستهدف انحرافهم عن منابع قوتهم وفصلهم بالكليه عن ماضيهم وتاريخهم وحضاراتهم. وحسنا فعل سياده الرئيس حين ربط هذه المبادره باستراتيجيه تعليم وثقافه وطنيه تستهدف تعزيز الهويه وايقاظ الحس الوطني وتعميق الاعتزاز بالوطن والدين واللغه ومن خلال مناهج تعليميه ومحتوى ثقافي واعلامي قادر على مخاطبه الشباب بلغه تناسب تطلعاتهم ونظرتهم الى المستقبل. ندعو الله سبحانه وتعالى ان تحقق هذه المبادره اهدافها وان يوفق القائمين عليها لما فيه صلاح البلاد والعباد هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية أيضا البابا تؤدرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية أشاد بمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان مشددا على أنها حقا بداية جديدة لبناء الإنسان المصري في جميع المجالات ويستحقها المجتمع المصري وهي مبادرة من أجل تحقيق رؤية مصر 2030 مبادرة السيد رئيس الجمهورية بداية جديدة انها حقا بداية جديدة لبناء الانسان المصري ولبناء الانسان في كافة المجالات هذه المبادرة مبادرة يستحقها المجتمع المصري وهي مبادرة بالحقيقة من اجل خير وتحقيق رؤية مصر في عام 2030. هذه المبادرة تهدف إلى بناء مجتمع متقدم ومتكامل ويحوي كل المجالات الصحة، التعليم، الثقافة، الرياضة، فرص العمل المتنوعة، التكنولوجيا. وأيضا هذا هذه المبادرة موجهة إلى الأطفال. من خلال برامج المتنوعه لهم وايضا موجهه الى كبار السن متقدمين في مراحل مختلفه الشباب والرجال والنساء بحيث تشمل كل اطياف المجتمع المصري هذه البرامج تعتبر خطوه جيده في المشروع القومي للتنميه البشريه لبناء قدرات الانسان المصري ولذلك فنحن ندعو دائما فلنبدا بدءا حسنا وهذه البداية الحسنة تشمل كافة أنواع التطوير والإبداع والتجديد وكل هذه يمكن أن تساهم في بناء الإنسان المصري الحقيقة المبادرة ده هي لازمة وضرورية وحيوية لبناء المجتمع المصري نحتاجها بشدة في كافة المجالات وأود أن أحيي كل الوزارات المعنية التي تشترك في إقامة هذه المبادرة في تنفيذها وتطبيقها على الأرض وأحيي كل الجهود المبذولة في هذا المجال البداية الجديدة مفرحة والبداية الجديدة مثمرة والبداية الجديدة مشجعة وأتمنى لكل القائمين على هذه المبادرة الاجتهاد والأمانة والإخلاص لكي ما تأتي بثمار تعم كل مجتمعاتنا المصريه بكل الاعمار في كل المجالات في كل المحافظات بحيث تكون بصوره نهضه ويقظه في المجتمع المصري. بدايه جديده لبناء الانسان المصري. شكرا لكم. بدايه مبادره رئيس الجمهوريه للتنميه البشريه. اخبار خدمية كتير بتشهدها المحافظات البدايه من محافظة مطروح حيث تم تعيين 485 شاب بالشركات العامله في محطة الضبعه النوويه كمان جامعة بني سويف بتطلق قافله شامله لقريه شريف باشا ضمن مبادره بدايه جديده كمان اعلنت محافظه الوادي الجديد ان 505 طالب استفادوا من المنح الدراسيه بالجامعات الاهليه اما في الشرقيه تم افتتاح 12 مشروع بقطاع الصرف الصحي بتكلفه مليار و200 مليون جنيه خلينا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات محافظة مطروح أعلنت توفير فرص عمل لأبناء المحافظة في المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة وتم توفير خلال شهر أغسطس الماضي 485 فرصة عمل للشباب من أبناء مطروح والوافدين من العمالة الفنية الراغبين في العمل من خلال تعيين فعلي مؤقت بالشركات العاملة في المشروع القومي للطاقة السلمية بمحطة الضبع النووية أطلقت جامعة بني سويف قافلة تنموية توعوية شاملة لقرية شريف باشا ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بمشاركة كليات الطب البشري وطب الفم والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض والطب البيطري والزراعة والآداب والخدمة الاجتماعية التنموية والإعلام. وحيث تعد أولى سلسلة القوافل اللي هيتم تنظيمها خلال 100 يوم ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان وتم توقيع الكشف الطبي على 1042 حالة وصرف الأدوية بالمجان. أكدت محافظة الوادي الجديد إن 505 طالب وطالبة من أبناء المحافظة استفادوا من برنامج المنح اللي بتقدمه المحافظة بالتعاون مع الجامعات الأهلية والخاصة منذ بداية انطلاقه في عام 2017. أعلنت محافظة الشرقية الانتهاء من تنفيذ 12 مشروع بقطاع الصرف الصحي بتكلفة مليار و مليون جنيه ضمن 55 مشروع خدمي وتنموي بتكلفة إجمالية 4 مليار و مليون جنيه ومن المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي اللي بيوافق التاسع من سبتمبر من كل عام لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة. وافقت محافظة المنوفية على النزول بالمجموع للمرة الثالثة على التوالي بدرجات القبول ببعض مدارس التعليم الفني للعام 2024-2025 عام خدمات بمختلف نوعيتها صناعي زراعي تجاري والتعليم المزدوج وده لاستكمال الكثافات الطلابيه بعدد من المدارس بكافه الادارات التعليميه بنطاق المحافظه ووفقا لاعداد المتقدمين في محافظة بورسعيد أطلقت جامعة بورسعيد قافلة طبية تحت مظلة المبادرة الرئاسية بداية لخدمة أكثر من 5000 مواطن من أهالي منطقة القابوطي وقدمت الخدمات الطبية والبيطرية والتوعوية والزراعية وقعت الكشف الطبي في جميع التخصصات ووفرت العلاج مجاناً وتم تسجيل جميع العقبات وتوفير كل الدعم اللوجستي والبشري لخدمة أهالي منطقة القابوطي. شهدت محافظة كفر الشيخ وضع حجر الأساس لمصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية بقرية الحمراوي على مساحة 30 ألف متر مربع حوالي 7 أفدنة بطاقة 600 طن في اليوم بيخدم المصنع مدينة كفر الشيخ ومدينة قلين ومدينة سيدي غازي ومدينة مسير وبيتم تنفيذ المشروع خلال 22 شهر ضمن مشروع تطوير مصرف كشنر. أعلنت محافظة سوهاج إزالة 134 حالة تعدي على الأراضي أملاك الدولة وجهات الولاية والأراضي الزراعية الخاصة وده خلال المرحلة الثالثة من الموجة 23 لإزالة التعديات وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون شهدت محافظة الدقهلية استلام دفعة جديدة من لحوم سكوك إطعام الطعام بإجمالي 2 طن لتوزيعها على الاسر الاولى بالرعايه من مستحقي تكافل وكرامه مقدمه من وزاره الاوقاف وهيتم توزيعها تحت اشراف مديريه التضامن الاجتماعي اعلنت محافظة الاقصر نجاح المحافظه في تحقيق معدل انجاز 98% بمنظومه الشكاوى الحكوميه بمجلس الوزراء خلال شهر اغسطس الماضي لتصبح بذلك محافظة الاقصر من افضل الجهات الحكوميه التابعه لمنظومه الشكاوى الموحده في سرعه التعامل مع المشكلات والشكاوى المتنوعه وانجازها مشاهدينا خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم باقي فقراتنا بنصبح على حضراتكم مره تانية دلوقتي جه معانا مع اخبار الطقس بالتفصيل وهي كشفت الهيئه العامه للارصاد الجويه ان البلاد ستشهد تغيرات مفاجئه في حاله الطقس من المتوقع ارتفاع في درجات الحراره على اغلب الانحاء بقيم بتتراوح من 4 لخمس 5 درجات اعتبارا من اليوم وتقريبا كده هتكون لحد الجمعه الجايه تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على التليفون دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بيت الارصاد الجويه صباح الخير يا دكتور صباح الخير على حضرتك استاذه دينا صباح الخير على كل الساده المشاهدين اهلا بكم اهلا بحضرتك يعني بقى لي كذا يوم كنت عماله اقول للناس ان شاء الله الجو حلو ومعتدل ونسمه صيف بالليل نفاجئ الناس النهارده ونقول لهم ان احنا عندنا ارتفاعات من اربع لخمس درجات مره واحده مع يعني خلاص اعتدنا يمكن على الجو المعتدل فطمني عن حاله الطقس يا دكتور هو طبعا بالفعل يمكن احنا من بكره ان شاء الله مصادر الكتل الهوائيه تختلف تماما خلينا نقول ان النهارده الكتل الهوائيه معظمها قادم من جنوب غرب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط مع امتداد مرتفع العروض الوسطى. كمان بيأثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد منخفض جوي وده بيعمل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه اللي بتحيي جزء من اشعه الشمس بتساعد على تلطيف الاجواء. عشان كده لسه اليوم درجات الحراره تعتبر حول المعدلات الطبيعيه للوقت ده من السنه واللي متوقع فيها عظمى على القاهره الكبرى 34 درجه مئويه. لكن طبعا احنا بنقول ان الكتل جايه من على البحر المتوسط فلسه في نسب رطوبه في الجو اللي بتخلينا نحس ال 34 دي لو تكون 36 درجه مئويه فبالتالي النهارده لسه الاجواء بتكون حاره رطبه في المحافظات الشماليه اللي هي السواحل الشماليه والوجه البحري والقاهره الكبرى شديده الحراره في المحافظات الداخليه او الجنوبيه اكثر شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ده هيكون في فترات النهار فترات الليل مع غياب اشعه الشمس بيكون طبعا في انخفاض في قيم درجات الحراره لكن احنا الفتره دي عندنا اعتدال في سرعات الرياح ويمكن ده اللي بيحسسنا بوجود نسب رطوبه في الجو خلال فتره الليل وبيخلي اجواء فتره الليل اجواء مائله للحراره يمكن ده بيكون في معظم المحافظات. <applause> الشبوره المائيه طبعا في اليوم كانت موجوده على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه لكن هي الشبورة المائية خفيفه بتتلاشى فور سطوع اشعه الشمس ما بتاثرش تماما على حركه السوق وزي ما حضرتك قلتي في الاول من الثلاث ان شاء الله هيكون في ارتفاع في قيم درجات الحراره لان مصادر الكتل هتبدا تختلف هنبدا نتاثر ببعض الكتل الهوائيه الصحراويه فده هيؤدي لارتفاع في قيم درجات الحراره بمعدل من اربع لخمس درجات فاحنا متوقع بكره عظمى على القاهره الكبرى هتكون 37 درجه مئويه خلال فتره النهار طيب. مع يوم <applause> يعني هل يا ترى بقى مع 37 درجة حرارة هل نسبة الرطوبة عالية جدا طبعا هتخلينا إحساسنا بدرجة حرارة مرتفعة جدا يعني هل دي هتكون موجة حارة زي الموجات اللي كنا بنقابلها في شهر يوليو ويونيو خلينا يعني نقول ان الذروه الاول هتكون يوم الاربعاء يعني يوم الاربعاء هتكون هي اعلى قيمه درجه حراره هنسجلها على مدار الاسبوع واللي فيها عظمى على القاهره الكبرى هتوصل ل 38 درجه مئويه لكن الكتل دي كتل هوائيه صحراويه يعني نسب الرطوبه فيها هتكون منخفضه بالشكل الكبير طب طب فبالتالي م. احساسي الحمد لله م. طبعا ان بقيم درجات الحراره هيختلف عن قيم درجات الحراره اللي كنا بنحسها في شهر 8 او في شهر 7 فبالتالي هو اه طبعا ارتفاع واعلى من المعدلات الطبيعيه لكن مش بنفس الاحساس وبنفس المقدار اللي احنا كنا بنشوفه في شهر سبعه وشهر ثمانيه الارتفاعات دي هتكمل معانا لحد يوم الجمعه يعني احنا مكمل معانا العظمى على القاهره الكبرى الخميس والجمعه 37 و36 وثلاثين وثلاثين درجه مئويه ومع يوم السبت ان شاء الله تبدا تاني ترجع قيم درجات الحراره للتحسن وده طبيعي هنلاحظه في النص الاول من فصل الخريف خلينا نقول ان النص الاول من فصل الخريف لان ده فصل انتقالي ممكن ياخد بعض سمات فصل الصيف اللي هنلاقي في بعض الايام فيها ارتفاع في قيم درجات الحراره وخاصه هنحس ده اكتر لما فرق درجات الحراره بين النهار والليل يبدا يزيد هنلاقي الدفء والارتفاع في النهار وبالليل في الليل هيكون هيكون الجو بالليل لطيف باذن الله عشان كده احنا بنتابع مع حضرتك بشكل يومي وهيئه الارصاد الجويه بنشكركم طبعا المتابعه اليوميه معانا بنشكر الدكتوره منار غاني عضو المركز الاعلامي بقية الارصاد الجويه على المتابعة اليومية معنا في برنامج صباح الخير يا مصر خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة وهنبدأها من القاهرة والعظمى 34 الصغرى 26 عاصمة الإدارية 35 25 اسكندرية 32 24 العالمين الجديدة 32 24 مطروح 31 23, 23 24, دمياط 32 26 بورسعيد 32 26 اسماعيلية 35 24

38 25 قنا 40 26 الاقصر 39 25 واخيرا اسوان 40 28 في ارتفاعات ملحوظه في درجات الحراره هتبدا معدلاتها من النهارده وبكره والذروه يوم الاربعاء وهتستمر معانا حتي يوم الجمعه القادمه لكن يعني هي ارتفاعات لكن نسبه الرطوبه مش هتكون عاليه جدا فهتعدي ان شاء الله على خير كده ونرجع مره ثانيه نتع... يعني نعود لدرجات الحراره المعتدله مره تانية ونستقبل بقى باذن الله فصل الخليفة هرجع مره تانية لمحمد ومنى علشان نكمل معاكم فقرات سبعة الله شكرا لك يا دينا شكرا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء كان في زياره مهمه للصين في الايام اللي فاتت وشارك في قمه منتدى التعاون الصيني الافريقي في العاصمه بكين الزياره دي لاقت اشادات كبيره من الاعلام الصيني وتم خلالها توقيع اتفاقيات تعاون واستثمار مهمه بين البلدين. كمان تم التركيز بشكل اساسي على الفرص الاستثماريه الكبيره في مصر خاصه في المنطقه الاقتصاديه بقناه السويس. نعرف تفاصيل اكثر مع حضراتكم عن الزياره واهميتها ومعالجه الاعلام الصيني لهذه الزياره مع الاعلامي الصيني السيد نادر رونج عبر سكايب. سيد رونج يعني بدايه بعد التحيه كيف تابعت وسائل الاعلام الصينيه زياره رئيس مجلس الوزراء المصري اهلا اهلا الزياره كانت زياره مهمه جدا وناجحه وهناك يعني متابع كبير من قبل وسائل الاعلام الصينيه لهذه الزياره كذلك وهو من ضمن يعني الـ قمه بكين لمنتدى التعاون الصيني الافريقي فكل هناك اشادات كبيره لان هذه الزياره تاتي لتطبيق التوافقات التي تواصل اليه رئيسان البلدين في لقائهم في نهايه مايو هذا العام في يعني اجتماع وزاري لمده التعاون الصيني العربي فالشعب الصيني الصين كذلك تتطلع الى تعميق الشراكه الاستراتيجيه الشامله بين الصين ومصر وتعزيز تعميق التعاون في شتى المجالات مع مصر من خلال منصة المنتدى التعاون الصيني الإفريقي وكذلك منصة المنتدى التعاون الصين العربي فلذلك هذه الزيارة هي تعكس الاهتمام مصر لتعاونها مع الصين وكذلك التع... تأتي لتطبيق الشراكة أو تطبيق التوافقات التي تواصل إليها الرئيسين البلدين سيد رونج في رايك اهميه الاستثمار في مستقبل الاستثمار الصيني في مصر خاصه في المنطقه الاقتصاديه بقناه السويس أم نعم الصين اولا الصين ومصر تتمتع بصداقه تتمتعان بصداقه تقليديه عميقه فمصر اول دوله عربيه وافريقيه اعترفت بجمهوريه الصين الشعبيه وقد تم انشاء الشراكه الاستراتيجيه الشامله بين البلدين منذ عشر سنوات وهناك الاستثمارات الصينيه كبيره في مصر والصين كذلك مستعده لمساعده مصر على رفع قدراتها على التنميه الذاتيه واهم شيء هو بناء الخطوط الانتاج المحليه وكذلك ال رفع قدرة مصر كقاعدة إنتاجية في الإقليمية ومهم ولذلك راينا هناك استثمارات صينيه في الحدائق الصناعيه في مصر وكذلك بناء خطوط الانتاجيه في كافه المجالات الصناعيه وكذلك كذلك حتى في التكنولوجيا العاليه وفي الفضاء كذلك لكي تصبح مصر يعني من اهم قاعده انتاجيه في في افريقيا وفي منطقه الشرق الاوسط. طب سيد رونج يعني كيف تابعت ردود الأفعال من قبل رؤساء الشركات الصينية التي وقعت بروتوكولات تعاون مع الجانب المصري وأبرز الاستثمارات الصينية في مصر الفترة المقبلة نعم هناك الشركات الصينية أيضا تتطلع إلى القيام بأعمال واستثمارات في مصر لأن هناك مصر تتمتع بموقع جغرافي مهم وكذلك البيئة استثمارية جيدة وكذلك يعني بيئة الاستقرار وصديقة للصين فهناك التكامل لمزايا اقتصادية بين الجانبين فالشركات الصينية تتمتع بقدرة مالية قوية وكذلك كذلك التقنيات متقدمة ومصر أيضا لها الموارد البشرية الغنية وكذلك الموارد الطبيعية الغنية وكذلك لديها أسواق يعني كبير كذلك فيمكن ايضا من خلال هذا التعاون استكمال المزايا لدى الجانبين لتحقيق الكسب المشتركة المشترك والتنمية المشترك السيد وان بينج رئيس شركة سي اس اي سي اكد استعدادهم لضخ استثمارات جديدة في مصر شايف اهمية الخطوة دي ايه وهل هي خطوة لمزيد من الاستثمار الصيني في مصر طبعا يعني كما قلت الكثير من الشركات الصينيه تاخذ مصر تاخذ القاهره يعني المكتب الرئيسي لاعمالها في قاره افريقيه والشرق الاوسط ومن خلال هذه الاستثمارات يمكن ايضا تغطي الطلب وحاجات جميع دول افريقيا والشرق الاوسط كذلك فلذلك كما قلت هناك صداقه تقليديه وكذلك استقرار سياسي وبيئه استمار... استثماريه ممتازه لذلك كل, كل هذه يعني مزايا تجعل الشركات الصينيه تدعو المزيد من الاستثمارات في مصر لتطوير اعمالهم. أكيد كل الشكر ليك السيد نادر رانج الإعلامي الصيني شكرا جزيلا لك. دلوقتي تعالوا مع حضراتكم نتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. أخبار كتير هتحصل النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هيفتتح بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مقر جامعة بادية بمدينة السادس من أكتوبر بحضور عدد من المسؤولين وقيادات التعليم العالي ورجال الأعمال والجامعة في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً النهارده هيشارك محمد جبران وزير العمل في اعمال اجتماع الوزاري العاشر لوزراء العمل والتشغيل التابع لمجموعه البريكس المقرر عقده بالسوتشي الروسيه بدعوه رسميه من وزير العمل والحمايه الاجتماعيه الروسيه لمناقشه العديد من الملفات المتعلقه بالعمل والانتاج وبتنعقد الفعاليات بحضور مدير عام منظمة العمل الدولية والسكرتير العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي وممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال في الاتحاد الروسي ووزراء عمل ورؤساء وفود من الدول الأعضاء لمجموعة البريكس لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع تسع مباريات قوية في إطار الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية من أهمها مباراة منتخب فرنسا مع منتخب بلجيكا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع ليلاً في نفس التوقيت مباراه منتخب النرويج مع منتخب النمسا ومباراه منتخب تركيا مع ايسلندا زي النهارده رحل على عالمنا الاديب العربي الكبير خيري شلبي اللي ترك بصمه لا تنسى في الادب والثقافه العربيه بعد مسيره ابداعيه طويله اثرت القارئ باكثر من 75 عمل ادبي. خيري شلبي علامه فارقه في تاريخ الروايه مش بس المصريه العربيه والعالميه كمان يعني اعمال لا تنسى ابدا في ذاكره الابداع العربي وكاله عطيه السنيوره الاوباش موال البيات والنوم أعمال كتيرة أدبية وفي أعمال طبعا تحولت إلى أفلام سينمائية. خيري شلبي هو واحد من أعلام جيل الستينيات في مصر، رسخ كده ما يعرف بالواقعية السحرية في الكتابة العربية. تعالوا نشوف مزيد من المحطات في مسيرة الأديب الراحل خيري شلبي. تحل اليوم ذكرى رحيل الاديب الكبير خيري شلبي سفير المهمشين وملك الترسو، احد ابرز كتاب جيل الستينيات في الادب العربي الذي توفي في التاسع من سبتمبر عام 2011 بعد مسيره ابداعيه طويله اثرت الثقافه العربيه بشكل كبير. كان خيري شلبي علامه فارقه في عالم السرد وأحد الرواد الذين أسسوا للواقعية السحرية في الأدب العربي، قدم مجموعة متنوعة من الأعمال الأدبية والدرامية والسينمائية تجاوزت 75 كتابا، من بينها روايات وقصص قصيرة ومسرحيات ودراسات في الأدب الشعبي وأدب الرحلات. من أشهر رواياته: السنيورة، الأوباش، ووكالة عطية. أما في القصص القصيرة فقد أبدع في مجموعات مثل: صاحب السعادة اللص، سارق الفرح، وأسباب للكي بالنار. نال خير شلبي العديد من الجوائز المرموقة منها جائزة الدولة التشجيعية في الآداب، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، اعتمدت السينما على بعض من أعماله حيث قدم فيلم الشطار من إخراج نادر جلال، أما في التلفزيون فقدم مسلسل الوتد الذي يعد من أبرز الأعمال في الدراما المصرية، وحقق كبيرًا منذ عرضه في عام 1996. ويعد مسلسل وكالة عطية من آخر الأعمال التي تم اقتباسها من رواياته. فيتناول المسلسل قصة إمبراطور الحرفيش في مدينة دمنهور عام 1942. ويسلط الضوء على محاولاته للتلاعب بمصالح سكان الوكالة والتواطؤ مع القضاء، لكنه يفاجأ بنزاهة هذا القضاء. الحقيقه اعمال خيري شلبي هتظل خالده في ذاكره الابداع المصري والعربي والانساني رحم الله الفقيد الكبير خيري شلبي. نروح مع حضراتكم الان مع موجز لاهم واخر الانباء موجز الثامنه صباحا مع دينا شرف تفضل يا شكرا لك محمد الثامنه صباحا بتوقيت القاهره الخامسه بتوقيت جرينتش موجز الاخبار من التلفزيون المصري اهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على محورية دور مصر والمملكة العربية السعودية كركيزة أساسية لاستقرار المنطقة. لا سيما في ظل التحديات الجسيمه والمتصاعده التي تتطلب تكثيف التعاون بين البلدين. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخليه السعودي. واوضح متحدث الرئاسه ان اللقاء تناول تاكيد الاهميه التي يكتسبها التعاون المشترك والتنسيق المكثف بين مصر والسعوديه في مواجهه التحديات والمخاطر الامنيه المشتركه. التي تفرزها ظروف المنطقه وخاصه في مجال مواجهه التنظيمات الارهابيه والمتطرفه والجريمه المنظمه العابره للحدود فضلا عن تصاعد الجرائم الالكترونيه توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة الى ابطال مصر في دورة الالعاب البارالمبية باريس 2024 الذين رفعوا اسم مصر عاليا في الفعاليات الدولية واكد الرئيس السيسي ان نجاحات ابطال مصر مثلت علامه مضيئه للبلاد واثباتا ان المصريين قادرون دوما على التحدي وتخطي الصعاب مثمنا عزيمتهم واصرارهم اللذان يعتبر مبعث فخر لابناء الوطن اكد وزير الخارجيه بدر عبد العاطي اعتزاز مصر بالتواصل المستمر مع القياده السياسيه الاماراتيه وما تمثل هذه اللقاءات من قوه دفع لمؤسسات الدولتين للعمل على مزيد من التعاون والتنسيق وخلال لقائه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زيد آل نهيان بأبو ظبي نقل وزير الخارجية تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شقيقه الشيخ محمد بن زيد هذا وتناول اللقاء تبادل الرؤى والتقديرات بشأن التطورات الجارية في المنطقة وحالة التصعيد غير المسبوقة وسبل التهدئة وتجنب المزيد من التوتر والتصعيد بالاضافه الى استعراض اخر التطورات الخاصه بازمه قطاع غزه والازمه السودانيه وامن البحر الاحمر والوضع في كل من ليبيا والصومال. ومن جانبه اكد رئيس دوله الامارات على تقديره الكامل للقياده المصريه وما يكنه لمصر وشعبها من محبه وتقدير كبيرين. كما اشاد رئيس الامارات بما حققته مصر من انجازات خلال العقد الاخير تحت قياده الرئيس السيسي. أجرى مدير المخابرات المركزية الأمريكية محادثات مع إسرائيل والوسطاء لتعديل تفاصيل المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة والتوصل إلى اتفاق تبادل المحتجزين، وذكرت وسائل إعلام إسرائيليه أن الإدارة الأمريكية تواصل العمل على تقليص الخلافات بشأن مقترح الصفقة، مشيرة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعربت عن إنزعاجها الشديد من تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن بقاء الجيش. في محور فيلادلفيا أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف أن المرحلة الثالثة لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال قطاع غزة ستبدأ اليوم الاثنين وتستمر يومين وذكرت منظمة الصحة العالمية أن نحو 355 ألف طفل تلقوا التحصين في وسط وجنوب غزة منذ الأول من سبتمبر الحالي هذا واعلن مسؤول الاعلام بمكتب اليونيسف بالشرق الاوسط للتلفزيون المصري الانتهاء من تطعيم نحو 70% من اطفال قطاع غزه ضد شلل الاطفال حتى الان وفي الجزائر اعلنت اللجنة المستقله للانتخابات فوز عبد المجيد تبون برئاسه الجزائر لولايه ثانيه بعد حصوله على نحو 94% من الاصوات وكشفت لجنه الانتخابات الجزائريه عن نسبه المشاركه في عمليه التصويت داخل البلاد وخارجها وقالت اللجنه ان نسبه المشاركه في عمليه التصويت بالانتخابات الرئاسيه بالداخل بلغت 48.3% وذلك عند غلق مكاتب الاقتراع وبلغت نسبة المشاركة في التصويت بالخارج 19.57% ختام موجات الثامنة فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر اهلا بحضراتكم من جديد فى كاليفورنيا بالولايات المتحده الامريكيه انتشرت مؤخرا حمى الوادى او الكوكس ده ودي حاجه اعتقد انها ممكن تكون مقلقه لكثير من الناس فكره انتشار الاوبئه وفكره انتشار الامراض ممكن تكون بتثير قلق واسع عند الناس كتير النهارده مننا هنحاول كده مع ضيفنا دكتور فؤاد دعوده رئيس الرابطه الاوروبيه الشرق الاوسطيه في روما نتعرف على مزيد من التفاصيل عن حمى الوادي بينضم الينا من روما عبر تطبيق زوم صباح الخير على حضرتك صباح الخير صباح الخير يا مصري صباح الفل عليك بدايه دكتور حابين نعرف تفاصيل اكتر عن حمى الوادي واسباب انتشارها تحديدا في كاليفورنيا بالولايات المتحده نعم نتكلم في في هاي المناسبه بالنسبه لمرض او حمى الوادي في كاليفورنيا ليش لانه في نوع من الفطريات اللي تنتشر في كاليفورنيا وهو مرض فطري وينتشر بسرعة وبعد ما واحد يستشناك يعني يشم أو يحتك مباشرة في الفطريات وخصوصا من التراب ليش نتكلم اليوم عن هذا لأنه في سنة 2023 سجلنا أزد من 9000 حالة. بس في من 1 يوليو لليوم 5000 حالة عشان نوصل الصورة لابد أن نقول بعد الوباء كل مرض يظهر بسبب خوف ورعب بس كل أمراض اللي كانت تظهر في السابق واليوم نعطيها أهمية أكثر عشان الخوف من وباء كورونا 19 يسبب أعراض على الجهاز التنفسي وخصوصا بالنسبة لصعوبة التنفس التعب ارتفاع درجة الحرارة بالنسبة لأمراض لوجع العضلات والمفاصل وطفح الجلدي بنشوف اغلب الامراض اللي بنتكلم عنها في المده الاخيره تسبب اعراض متشابهه لذلك عشان هيك لازم يخضع لنا خبره مهمه كخبرين في الصحه العالميه تمييز مرض عن مرض وخطوره الاعراض الخطيره في هذه الحاله في عندنا 10% تضاعف يعني الاعراض تستمر من اسبوع لثلاث اسابيع بس 10% من الاعراض اللي بتصير عندها مضاعفات وتستمر وأربعين 40 بتقدر تستمر لعدة اشهر بنخاف مين اللي يصاب بها دكتور؟ بنخاف الاطفال ولا بنخاف على كبار السن ولا بنخاف على الجميع لانه مرض واسع الانتشار؟ نعم في هاي الحاله لانه الـ الانتشار عن طريقه الرمال والترب وخصوصا بسبب الجفاف وتغير المناخ ويزداد الانتشار في موسم الامطار في شيء فرق بين الشباب ولا الاطفال ولا الرجال المهم ما يصيرش لمس مباشر بالتربه اللي فيها الفطريات ليش؟ لانه احتكاك مباشر في عنا امراض تصيب ازيد الاطفال امراض تصيب ازيد الشباب بس بالنسبه لهذا المرض طريقه انتشاره يصيب الجميع <applause> طب دكتور فؤاد كما ذكرت تم تسجيل حوالي 9000 حاله حتى الان سؤالي لحضرتك هل تم تسجيل حالات ده خارج الولايات المتحده الامريكيه وهل هذه الحمى يمكن ان تنتقل من داخل البيئه المحليه في كاليفورنيا الى اماكن اخرى هي النقطه المهمه ليش لانه اغلب الامراض اللي بنتكلم عنها والوباء والفيروس وفيروس جدر الكرود وكل الاشياء اللي بنتكلم عنها في المده الاخيره كلها كل مرض موجود في الكارة أو في المدينة أو في الدولة في فيش انتقال من كارة لكارة الخطر الكبير أنه لما يصير انتشار من إنسان إلى إنسان وبالمرتبة الأولى في الجهاز التنفسي ليش؟ لأنه الانتشار والعدوى بتصير عن مسافة بدون احتكاك مباشر وفي نفس الوقت تسجيل حالات بسرعة زي ما صار بأول حالات مع كورونا فيروس وانتشرت من الصين إلى إيطاليا ومن إيطاليا إلى قارات ثانية عشان هيك الخطر مش موجود هذا موجود اليوم تركيز عالي في كاليفورنيا وبتعلق في تغير المناخ وانتقاله بهذه الطريقة عن الرمل والتربة وخصوصا في كاليفورنيا لانه في تركيز كبير لهاي نوع الفطريات لو استخدمنا سكيل من واحد لخمسه نقدر نقول مدى انتشار هذا المرض نقدر نقول سكيل من واحد لخمسه كام؟ يعني هذا كلياته بتوقع الواحد من يوم ليوم عشان هيك حسب رايي انه كل الفئات وكل الاعمار مرشحه انها تصاب بهذا بهذا المرض بس اليوم انا بطمن جميع الاصدقاء اللي متابعينا على التلفزيونات وعلى القناه الاولى المصريه انه لازم في كل الحالات القاعده انه الوقايه واهتمام بأول أعراض بتظهر في أي مرض بدون خوف بس المباشرة اتصال مع الطبيب والدكتور وحسب رأيي لازم نعطي المعلومات الدقيقة والمعلومات الطبية والصحية بدون أهداف اقتصادية أو سياسية. وهو شيء شديد الأهمية، كل الشكر لك دكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الشرق أوسطية في روما، شكراً جزيلاً على مداخلتك وعلى إيضاحك كل التفاصيل دي. من أيام قليلة ناقشت وزارة البيئة مسودة الخطة الوطنية للحفاظ على طائر صقر الغروب. ده ضمن جهود عالمية لحماية ما يعرف بالتنوع البيولوجي ودعم سبل استدامة الطيور المهاجرة والحقيقة أن مصر حريصة جدا خلال الفترة الماضية على العمل ضمن هذه الاتفاقية اتفاقية الأنواع المهاجرة للأمم المتحدة وهي بالمناسبة اتفاقية عالمية متخصصة ووحيدة في الحفاظ على الأنواع المهاجرة من الطيور في جهود كبيرة جدا بتبذلها وزارة البيئة والدولة المصرية للحفاظ على مثل هذه الأنواع من الطيور المهجر. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن الخطه الوطنيه لحمايه طائر صقر الغروب من الدكتور عادل سليمان خبير الاداره البيئيه والتنوع البيولوجي اهلا وسهلا دكتور صباح <applause> الخير علي. اهلا بحضرتك اهلا استاذه منى اهلا استاذ محمد واهلا بجميع الساده المشاهدين يعني طبعا زي ما حضرتك تفضلت وقلت بالنسبه للخطه الوطنيه احنا طبعا انا لسه كان... عايزه قبل ما اتكلم عن الخطه الوطنيه عايز اعرف مين سقر الغروب اللي احنا عاملين له خطه دمين. وطنيه مخصوص ده كلام ممتاز جدا. يعني احنا بنتكلم على طائر صقر الغروب ده احد الطيور الحوامه، احد الصقور طبعا. يعتبر صقر الغروب ده من الطيور المهدده بالانقراض. نظرا طبعا زي ما حضراتكم عارفين طبعا الطيور على مستوى العالم كله بتصنف او بيتم وضع درجه حساسيتها او درجه تواجدها من خلال الاتحاد الدولي لصون الطبيعه. <applause> اللي بيقول الطائر ده سواء منتشر او مهدد او يعني بيواجه مشاكل او, أو الاخر اللي هو بيتم تصنيفه يعني <applause> فهو صنف الطائر كاحد الانواع المهددة بالانقراض <applause> وده ليه لان طبعا البيئة اللي بيعيش فيها الطائر بتهدد بالانقراض او بتهدد بمشاكل نتيجة اهم عنصر طبعا التغيرات المناخية يمكن دي طبعا اصبحت ظاهرة عالمية وفي نفس الوقت ايضا بيواجه تهديات اخرى اللي هي طبعا البيئه بتاعته نفسها ممكن بتتعرض لمشكلات معينه ممكن من السياحه من الناس من مشكلات متعدده يعني فهو طائر صقر الرغوب في الحقيقه احد الطيور المميزه واللي موجود باعداد قليله يعني مثلا احنا لو بنتكلم على طائر زي اللقلق مثلا الابيض بيجي عندنا باعداد كبيره جدا قد تتعدد 300000 الف طائر او ربعمية الف طائر في في السنه او ربما تزيد عن هذه الاعداد لكن صقر الغروب موجود عندنا مثلا التم اللي تم حصره حتى الان لا يتعدى ال 700 فرد فطبعا عدد محدود جدا فصقر الغروب احد الانواع الطيور <applause> الحوامه <applause> اللي موجوده في مصر بشكل طبعا مميز جدا لان موجوده يمكن في منطقتين ثلاثه موجودين في مصر وده اللي خلى بقى وزارة البيئة تبدأ لما يتحط على الأجندة بتاعتها إن إحنا نعمله خطة وطنية علشان نحافظ عليه قبل الخطة الوطنية إزاي بتعاون مع الاتفاقية الخاصة بالأنواع المهاجرة للطيور المهددة بالانقراض أو التنوع البيولوجي وهي اتفاقية دولية وحيدة ومتخصصة في هذا الشأن كيفيه التعامل بقى الدوله المصريه ازاي تتعامل في اطار هذه الاتفاقيه والتنسيق بيكون عامل ازاي جميل. عشان احافظ على التنوع البيولوجي ومن ضمنه الحفاظ على بعض الطيور المهدده بالانقراض ده كلام رائع جدا خلينا ناخد المظله الاعلى آه. ان مصر حاليا بتقوم بتحديث الاستراتيجيه الوطنيه لصون التنوع البيولوجي حلو فهذه الاستراتيجيه بتتضمن كل اشكال التنوع البيولوجي اللي موجود على وجه الارض بما فيها الطيور مم. فخلينا لما نيجي للاتفاقيه المتعلقه بالطيور نفسها دي اتفاقية خاصة طبعا مشترك فيها العديد من الدول علشان تشترك في هدف واحد اللي هو الحفاظ على الطيور اللي احنا بنعتبرها سفراء الطبيعة م. الطيور طبعا زي ما حضرتك عارف يعني بتتنقل وبتهاجر فهي ملهاش مكان واحد ممكن يبقى لها مكان مقيم فيه ولكن بتنتقل من مكان لمكان علشان طبعا ظروف المناخ أو ظروف الغذاء أو حتى التكاثر أو أو إلى آخره اللي منها طبعا فهو اشتراك مصر طبعا في الجلسات الخاصه بمؤتمرات الاطراف المعنيه بالاتفاقيه الخاصه بصون الطيور بتتم بشكل مستمر، احنا مطلوب منا ان احنا بنحدث التقارير الوطنيه بتاعتنا اللي بتحافظ على الطيور في اطار عالمي مشترك لوضع خطه عالميه زي ما حضرتك عارف دلوقتي يمكن مؤخرا عملوا ملحق للاتفاقيه ووقع بروتوكول خاص باتفاقيه الحفاظ على الجوارح. <applause> وايضا مصر عضو فيها ومشتركه فيها وهذه الاتفاقيه وضعت اطار عام زي خطه عالميه يشترك فيها العالم كله علشان يحافظ على الطيور المهدده واللي من ضمنها صقر الغروب اللي احنا بنتكلم عليه النهارده فاذا مصر احد الاطراف اللي موجوده في هذه الاتفاقيه اللي بتشترك في وضع المخطط العالمي لصون الطيور المهدده طبعا احنا بنتكلم على الطيور بصفه عامه ولكن طبعا بيتحط برايورتيز او اولويات والاولويه الاولى بالنسبه لنا هي الطيور اللي هي مهدده بالانقراض او معرضه لخطر الانقراض اللي احنا من ضمنها صقر الغروب ويمكن يعني لما اخش اتكلم في, الـ في, الـ في, الـ في الـ الخطه الوطنيه شويه هنقول احنا ازاي تميزنا كمصر بان احنا نبقى اول دوله بتوضع خطه وطنيه للحفاظ على طائر وانها تاخد خطوه استباقيه زي دي يمكن طبعا وزاره البيئه من خلال فتره قريبه من اسبوعين ثلاثة عملت اول ورشه عمل وطنيه علشان تناقش الخطه الوطنيه للحفاظ على صقر الغروب اعتقد ان احنا دلوقتي بقى نقدر نتكلم عن الخطه الوطنيه تمام <applause> 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 هي إيه يمكن طبعا زي ما حضرتك عارفه يمكن احنا بنتكلم في الطائر الطائر مثلا مش هتكلم زي نبات مثلا او كده موجود في منطقه معينه واقدر احصره او اقدر احافظ عليه لا ده بينتقل من مكان لمكان فده بيحتاج جهود مختلفه مش بس وزاره البيئه ولكن كل الجهات الشريكه اللي تستطيع أن تساعد وزارة البيئة في هذا العام ويمكن كخطوة رائعة من وزارة البيئة في قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة وضعت الخطة اللي اشترك فيها منظمات المجتمع المدني وأيضا الوزارة زي وزارة السياحة لأن طبعا أنا بتكلم كده على صقر الغروب بقى اللي إحنا بنيجي نقول هو موجود فين صقر الغروب موجود فين في مصر موجود يمكن في أماكن بسيطة خالص طبعا ميل الجزر لو هنتكلم على جزيره زي مثلا جزيره وادي الجمال اللي فبعد مرس عالم بعد مرسى علم كده بحوالي 60 كيلو جنوبا الجزيره دي منطقه من اهم مناطق تكاثر الطائر هل في مواسم معينه دكتور يعني بالزبط طول السنه بالظبط كده احنا عندنا بقى في خلال شهر اكتوبر بالذات يمكن الفتره اللي احنا بنتكلم فيها كده من سبتمبر واكتوبر ونوفمبر دي الفتره الحرجه جدا اللي بيتم تكاثر فيها الطائر وعلشان كده الخطه لما اتوضعت بمشاركه خلينا اقول بقى منظمات المجتمع ووزاره السياحه كانت علشان تنظيم مثلا الرحلات اللي ممكن تنزل للجزيره دي مم. فانا ما ينفعش ان انا مثلا اسمح للناس انها تنزل على الجزيره في حين ده موسم التكاثر بتاعه اللي بيحط فيها الاعشاش بتاعته آه. والبيت بتاعه بيبقى موجود فممكن يتم تدميرها لو حصل عدم تنظيم للأيه للامور دي مم. فمن هنا بتاتي قيمه الخطه الوطنيه اللي احنا مش بس كده انا بتكلم على طائر دلوقتي يمكن زي ما قلت حضرتك اعداده بسيطه جدا موجوده مش مش بشكل كبير وده لانه طائر مهدد بالانقراض فلا بد يتعمل برنامج رصد لوجود الطائر ده فين هو موجود فين يعني احنا دلوقتي بعض العمليات الرصد اللي تمت ويمكن قامت بها وزاره البيئه من فتره مش بعيده رصدت الاعداد اللي احنا بنقول عليها دي موجوده على جزيره وادي الجمال فايضا في منطقه الصحراء البيضاء بنتكلم بقى في الجزء الاخر من الـ من الـ من الدوله ايضا موجود فيها برضه نفس الطائر بس بأعداد محدوده جدا ايضا منطقه سيوه بأعداد محدوده فاذا انا محتاج احط برنامج وطني علشان ارصد اماكن وجود الطائر ده ومن هنا دي قيمه الخطه الوطنيه اللي احنا اشتغلنا عليها ان انا ابدا احط برنامج لرصده عشان اعرف اماكنه فين ابدا اشوف ايه الانواع المخاطر اللي بيتعرض لها على كل منطقه يعني منطقه وادي الجمال هنتكلم على الجزء السياحي م. لو طب في منطقه مثلا زي الصحراء البيضاء هل ايه م. هل برضه سياحه ولا حاجه تانية قد تكون ممارسات مختلفه مثلا ممكن عمليه صيد م. ممكن عمليات مثلا ممارسات اخرى ممكن عمليه تلوث الطائر م. بينزل عشان ياكل غذاء فممكن لو ما ما قدرش مثلا موضوع منظومه مخلفات بشكل جيد ممكن يتعرض الطائر لمخاطر م. فمن هنا الخطه وضعت نظام للتتبع والرصد بتاع الطائر بشكل كويس، برامج التوعيه بقى اللي احنا موجودين هنا، احنا جايين طبعا. هنا نقول دول سفراء الطبيعه يعني م. من اهم واجمل الكائنات اللي موجوده آه على في, في في الكون، وفي نفس الوقت طبعا ما اجي اقول دول بيجوا مصر ده معناه ايه؟ معناه ان البيئه صحيه في مصر، م. انا لما بقول ان انا عندي 500 مليون طائر بيجولي في السنه بيهاجروا 500 مليون تخيل الرقم مم. رقم مهول طبعا معناه ايه؟ معناه ان انا عندي نظام بيئي سليم بيئه صحيه امنه بتجذب الطيور دي انها تيجي لما اتكلم في 2 مليون طائر بيجولي مم. كل سنه من الطيور الحوامه اللي هي كبيرة بقى زي صقر الغروب مم. اللي احنا بنتكلم عليه فاذا انا قدام طبعا يعني قيمه كبيره جدا مم. لابد ان كان يحط لها ويمكن بس عاوز اضيف ده جزء طبعًا بقى طبعًا اللي هو الجزء الاقتصادي بقى والاستثمار <applause> <applause> الجانب الاقتصادي الجانب الاقتصادي بقى مهم مضافة. جدا لك ان تتخيل ان الدراسات الاخيره بتقول ان انا سياحه مشاهده الطيور يعني بتجيب ايرادات تتعدى 20 مليار دولار سنويا <applause> في طبعا الـ الـ يمكن نصبنا،, نصبنا, في مصر قد ايه منها اه جميل جدا بقى احنا طبعا يعني احنا بدانا بخطوات كبيره في الفتره الاخيره ويمكن شهد كوب 27 إن إحنا عملنا مرصد أو عملنا جزء لمشاهدة الطيور داخل شرم الشيخ عشان ده مسار هجرة للطيور المهاجرة وخاصة الطيور الحوامل الكبيرة اللي السائح بيحب بيحب يشوفها يعني فإحنا الأمور عندنا بتتحرك بشكل كويس فيها يمكن طبعا إحنا مش عاوز أتكلم طبعا إحنا يمكن بس عشان النشاط ده يمكن لسه بالنسبة لنا جديد أو إحنا عاوزين ننشره بشكل أكبر لكن إحنا السياح بدأت تنمو عندنا بشكل كويس إحنا يعني عاوز اقول مثلا احنا تخطينا يعني دخلنا في قرب المليون دولار على يعني بشكل طبعا متنوع مش مش بقيمه حقيقيه ولكن الدراسات اللي احنا عملناها من المناطق المختلفه لمشاهده الطيور لان عندي في مصر 34 مكان معلن مناطق هامه للطيور زي محميات طبيعيه ولا هي, مناطق هي, المناطق لا هي تتعدى المحميات الطبيعيه الجزر الجزر المختلفة اللي موجودة عندنا زي مثلا جزر نهر النيل جزر الزبرجد مثلا البحيرات زي بحيرة ناصر وبحيرة البرولس وبحيرة البردويل في أماكن مختلفة من ضمنها المحميات وخارج المحميات الطبيعية فدول 34 مكان معلن يمكن احنا لسه بنتكلم دلوقتي احنا عاوزين نشجع بقى سياحه مشاهده الطيور م. في يعني على مستوى العالم ويمكن السياح الالمان والانجليز بالذات بي بي يعني ممكن يقطع تذكره ويركب طياره ويروح عشان يجي يعني. مصر عشان يشوف طائر معاه مش موجود في اي مكان العالم؟ الا في مصر م. فقيمه مساحه مشاهده الطيور طبعا حاجه جميله اولا بتحافظ على البيئه سياحه بيئيه تامه محافظه على البيئه بتدر عوائد بشكل كبير زي ما حضرتك سالت سؤال مهم جدا احنا نصيبنا ايه فيها م. انا لما بتكلم على 20 مليار دولار انا قادر ان انا في مصر لو نميت سياحة مشاهدة الطيور ممكن أتعدى المليار دولار دخل لمصر من سياحة مشاهدة الطيور م. لأن عندي أماكن واعدة زي ما قلت كده منتشرة في ربوع مصر كلها جميل. أنا مش عارفة ده ينفع يحصل في الطيور ولا لأ يعني إحنا بنقول إنه بيبقى في مواسم للتزاوج هل في هناك إجراءات نقدر نعملها لتعزيز الإنتاجية اللي بتقوم بها الطيور ولزيادة الانتاجيه زي ما بيحصل مثلا مع الصوب الزراعيه في الزراعه <applause> وغيرها في الحضائر بالنسبه للماشيه يعني تعليق حضرتك رائع طبعا لكن خلينا نقول ان التوفير الملاذ الامن البيئات الطبيعيه لان احنا هنا بنتكلم في حياه بريه الحياه البريه بتختلف عن الحياه خلينا نقول الكابتف بريدنج او يعني في الاسر او خلينا نقول الحاجات اللي احنا بنربيها الحاجات الدوميستيك يعني اللي احنا بنربيه وبنكسره ده حاجه والطبيعه نفسها حاجه، انا الطبيعه بوفر لها فقط البيئه الأمينة ليها، هي بتتكاثر بشكل رائع بتتكاثر باكثر مما نتخيل لو احنا وفرنا لها بس البيئه الايه؟ الامنه. ولكن ولكن ما اقدرش اقوم معاها بالحاجات دي الا في حاله واحده بقى. اذا اصبح الكائن اللي انا بتعامل معاه مهدد فعلا بشده بخطر الانقراض وانه دخل في مستوى خطر يتطلب مني ان انا اعمل له بقى ايه عمليه اكثار في الاسر وهنا تيجي بقى مم. النقطه <applause> سوري اللي حضرتك اشرت ليه، فابدا اعمل له برامج متخصصه زي ما احنا عملنا الكلام ده في سانت كاترين قبل كده علشان اكثار الغزال مثلا لانه كانت بدات عدده تقل جدا نتيجه صيد نتيجه مشكلات في البريه فقدرنا نعمل له حاجات اكثار في الاسر واطلقناها مره اخرى للطبيعه. جميل. جميل. طيب دكتور ازاي ازود وعي الناس وارفع وعي الناس بقيمه التنوع البيولوجي نعم. بقيمه الاقتصاديه كمان حضرتك قلت دي قيمه مضافه سياحه مشاهده الطيور نعم. من اهم انماط السياحه في العالم دلوقتي نعم. المواطنين بقى في البيئه المحليه اللي حوالين المحميات الطبيعيه انا م. عايز اعمل مشروعات تنميه وعايز يبقى في حياه وفي نفس الوقت عايز احافظ على هذا التنوع البيولوجي نعم واحافظ على هذه الثروه نعم. الحقيقيه من ال... الطيور المهاجره نعم يعني حضرتك يعني جيت لاهم نقطه في العمليه كلها هي م. مساله الحفاظ على التنوع البيولوجي هي قضيه وعي م. من النهايه هي قضيه وعي اذا استطعت ان انمي وارفع وعي المواطن ساحافظ على التنوع البيولوجي، ومن هنا تاتي قضيه التعليم، من البدايه يعني كان دلوقتي الحمد لله في مجهودات كبيره بين وزاره البيئه وزاره التربيه والتعليم لدمج موضوعات البيئه داخل المناهج الدراسيه، وان أنا ابدا اعلم ان الولد من صغره يعرف عن الطائر، يعرف عن طائره، ويعرف عن النسر المصري، يعرف عن ال... عن, ال... عن, ال... عن 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 اردان، يعرف عن ال... عن النورس، يعرف عن الحاجات المميزه عندنا، يعرف عن النباتات، يعرف عن فراشه سينا الزرقاء اللي مش موجوده في اي مكان في العالم الا في مصر ومش موجوده الا في بقعه لا تتعدى 4 كيلو داخل منطقه سانت كاترين لما يعرف ان الحاجات دي مميزه وموجوده عندي هنا هيبدا هو أب يعني ابدا ارفع يعني من صغره هيبدا يتعلم عنها يعني هيبدا يقرا اكتر هيقدر يدخل ويبحث طبعا حضرتك عارف دلوقتي بقى التكنولوجي والاستخدام الموبايل وكده هيقدر يعني ينمي وعيه ويستطيع أنه هو يحافظ عليها وبرده اضافه لكده بقى الانشطه اللي بتتم على ارض الواقع داخل المحميات الطبيعيه مع المجتمعات المحليه لان انا بقول ان المجتمع المحلي اللي موجود في الم... في المناطق المحميات هو ده الشريك الرئيسي اللي بيحافظ على مثل هذا التنوع الحفاظ على التنوع البيولوجي دي حاجه شديده الاهميه ومؤخرا دخل فيها الاستثمار اللي ممكن يكون بيحقق عائد كبير للدخل القومي بالاضافه لتوفير فرص عمل كتير للناس اللي موجوده في البيئه المحليه اعتقد ان دي كلها يعني بتتوافق مع بعض في صالح المصلحه العامه كل الشكر للدكتور عادل سليمان خبير الاداره البيئيه والتنوع البيولوجي نورتنا وشرفت. شكرا شكرا جزيلا نروح مع حضراتكم سريعا واهم الاخبار الرياضيه محليا وعالميا مع دينا اتفضلي دينا شكرا لك محمد ودلوقتي جي معنا مع جولتنا الرياضيه محليا وعالميا نادية علي لاعبة منتخب مصر رفع الأثقال توجت بالميدالية البرونزية في منافسات نهائي رفع الأثقال لوزن 86 كيلوغرام في دورة الألعاب البارالمبية اللي بتقام بباريس لاعب عمرو السا... مسعد لاعب منتخب مصر لرفع الاثقال انهى منافسات نهائي رفع الاثقال في المركز السادس في دورة الالعاب البارالمبيه باريس 2024 سلوى ايهاب بطلة مصر في الكياك انهت منافستها في نهائي فردي سيدات 200 متر في المركز التاسع في الترتيب العام للبارا كوني وذلك ضمن مشاركتها في دورة الالعاب البارالمبية وتمكنت سلوى من تصدر منافسات نهائي بعدما حققت زمن قدره دقيقة وثانيتين و32 جزء من الثانية راندا تاج الدين لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي انهت منافسات نهائي وزن 86 كيلوغرام بالمركز الرابع في دورة الالعاب البارالمبية باريس 2024 وحققت راندا تاج المركز الرابع بعد ان رفعت 128 كيلوغرام ثم 133 كيلوغرام في المحاوله الثانيه ولم تنجح في المحاوله الثالثه برفع 140 كيلوغرام لتخسر البرونزيه بفارق كيلوغرام امبارح مصر رفعت رصيدها في الميداليات البرولمبية الي 190 ميدالية في دورات الالعاب البرولمبية عبر التاريخ كاكثر بلد عربي تحقيقا للميداليات بواقع 51 ميدالية ذهبية و 71 ميدالية فضية و 68 ميدالية برونزية وده بعد ما قدرت اللاعبه نادي علي بالفوز بالميداليه البرونزيه في رفع الاثقال لوزن 86 كيلو جرام تفاصيل اكتر عن النتائج وكمان البعثه المصريه في باريس معنا على التليفون من هاتف من باريس الاستاذ حاسم حسام زايد الناقد الرياضي صباح الخير صباح الخير يا فندم عليكي وعلى كل مشاهدي صباح الخير يا مصر ومبروك طبعا يعني بعثتنا سبع ميداليات بتعود من بعيد بميداليتين ذهب طبعا في ثاني ايام رفع الاثقال وبعدين ميداليتين فضه واخيرا ثلاث ميداليات برونز علشان يكون حصاد مصر في دوره الالعاب البارالمبيه سبع ميداليات قبل طبعا حفل الختام اللي اقيم بالامس ويعني سعاده بالغه بالفعل في البعثه المصريه وكانت السعاده طبعا أكبر واكتملت بتهنئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للبعثة ولابطالنا بالامس اللي تابعناها كلنا و... و... وابطالنا كلهم تابعوا التهنئة بمزيد من الفخر والامتنان صحيح. والعرفان طبعا بسبب عزيمتهم و... واصرارهم كمان بالفعل بالفعل ف... فطبعا امبارح كان الختام وان شاء الله باذن الله البعثة تعود غدا الى مصر بسبع ميداليات حتى الابطال اللي ما حققوش بصراحه بذلوا اقصى مجهود علشان يوصلوا للميداليه لكن زي ما حضرتك اتكلمتي يمكن الفرق كان في بعض الاوقات بالنسبه للعيبه كيلو جرام مثلا في رفع الاثقال كيلو جرام او حتى في منافسات اخرى كان يعني الترتيب مش بيبعد عن التمانية الاوائل يعني طيب خليني يعني ابدا مع حضرتك بكلامنا كمان عن الميداليه السابعه لمصر وتوجت نادية علي بالميداليه البرونزيه لدوره الالعاب البارالمبيه باريس 2024 رفع الاثقال لوزن 86 كيلو جرام ناديه شخص مش عادي ناديه سيده مصريه يمكن يعني فخر لكل المصريين عمرها 50 سنه وقدرت انها تفوز بالميداليه البرونزيه بعد غياب عن مشاركتها عدد كبير من السنين في الالعاب البارالمبيه نادي علي فكر امبارح اختتمت الميداليات بميداليه برونزيه وـ وـ وبعد كده يعني دموعها دموع الفرح ودموع انه مشوار طويل من الانجاز ومن الصبر والتحدي حققت طبعا كانت اول مشاركه ليها سنه 2000 في سيدني م -م. وبعد حققت ثلاث ميداليات لغايه بكين 2008 وبعدين بعدت عن الدورات البارالمبيه وعادت من بعيد علشان تحرز الميداليه البرونزيه وبصراحه ليها قصه كبيره هي واسرتها يعني انا اتكلمت معاها امبارح في حوار وقد ايه ان هي تأثرت لانه زوجها بطل بارالمبي في رياضه الكره الطايره جلوس وهي بتقول لي ان زوجها ضحى ب ب ب ب يعني بمشاركته ب ب ب علشان هي اللي تشارك وتحقق الميداليه لانه كان عنده فرصه ان هو يشارك لكن فضل ان هو يكون موجود مع الاسره في مصر علشان هي اللي تسافر باريس وكان عندهم ثقه فيها ان هي تحقق ميداليه وابنها كمان قال لها انه هي تحقق ميداليه فكانت متاثره جدا امبارح بعد فوزها بصراحه فنادية تستحق كل الخير وتستحق الميداليه البرونزيه واكثر كمان من البرونزيه بجد ان شاء الله في الدورات القادمه تحقق الذهبيه باذن الله طيب خلينا الله. نشوف بقى كمان احتلال رندا محمود المركز الرابع في منافسات رفع الاثقال امبارح كانت يعني شفتها ازاي طبعا يعني رندا تاج الدين كان عندها امبارح فرصه ان هي تاخد ميداليه برونزيه لكن فعلا كانت منافسه شرسه جدا يعني في مع اللعبة الصينيه وكان فرق واحد كيلو جرام في الثلاث محاولات حتى هي لما اخفقت في المحاوله الثالثه اللاعبه برضو دخلت بعدها اخفقت في في المحاوله فطبعا يعني كان منافسه شرسه جدا ورندا من اللعيبه اللي عندهم اصرار بجد يعني ف يعني هي فقدت ميداليه لكن كسبنا بطله صحيح. عندها تحدي واصرار وعزيمه وان شاء الله باذن الله في لوس انجلوس 2028 نكون ليها نصيب من الميداليات لانها بالتاكيد اكتسبت خبرات كبيره هتاهلها ان شاء الله المره الجايه انها تكون تحصل على عدد كبير من الميداليات طيب عايزين نعرف منك بقى تفاصيل عن ترتيب مصر على مستوى العالم وعلى مستوى الدول العربيه كمان في عدد الميداليات طبعا يعني مصر بعد الميداليات بعد العدد الكبير اللي وصلنا له سبع ميداليات احنا حاليا على المستوى العربي اصبحنا في المركز الثاني بعد تونس لكن القصه برضه يعني انا برضه عايز الفت انتباه الناس انه الموضوع مش احنا متقدمين طبعا في جدول الترتيب لكن يعني على المستوى المشاركه وعلى المستوى البارالمبي الموضوع مش بس ميداليات في قصص يعني كتير جدا جدا بس الوقت ما يعني لا يتسع ان احنا نحكيها عن ابطالنا حقيقي كل واحد فيهم عنده قصه وعنده تحدي وجاي من من بعيد قوي من اصرار وعزيمه انه يحقق حاجه لبلده ولنفسه فطبعا عندهم قصص تحدي اكيد هنحكيها في فتره سواء على مستوى الالعاب الفرديه لرفع الاثقال او حتى مش عايزين ننسى كمان منتخب الكره الطايره جلوس اللي بيحقق الميداليه الثالثه في تاريخه بعد 2004 و2016 في 2024 حقق ميداليه برونزيه يعني اللعيبه كمان في الطايره عندهم قصص كتير جدا مش بس رفع الاثقال فحقيقي انا يعني شفت ده بعينيا منهم واتكلمت معاهم أنا, انا يعني بنتهز الفرصه واحييهم بجد و... ان شاء الله باذن الله الدوره الجايه يكون عدد الميداليات اكتر ان شاء الله. هما بالفعل قصص ملهمه مش ليهم بس ولا اللي حواليهم لكل المصريين وبجد احنا بنقول لهم شرفتونا على تحديكم وعزيمتكم والعدد الكبير من الميداليات اللي حصدتوها خلال دوره الالعاب البارالمبية باريس 2024 ومستنيين القادم باذن الله دايما منهم. بشكر حضرتك شكرا جزيلا حسام زيد النقد الرياضي كنت معنا هاتفيا من باريس. مشاهدينا هنروح لفاصل نرجع لكم مره نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر. يا جمال وإبداع المصريين النهاردة بنحتفل بعيد الثاني والسبعين للفلاح المصري عيد الفلاح تحية لكل الفلاحين المصريين الحقيقة المصري محب وعاشق للبهجة كده طول التاريخ، المتامل لجدران المعابد هيكتشف كده نقوش الرأس والغنى المرتبطة بمواسم الحصاد، مرتبطة كده بتفاصيل جميلة جدا في حياة المصريين. الأغاني والموسيقى كان ليها دور كبير جدا في حياة الفلاح، ده غير طبعا الأغاني اللي اتغنت لمحاصيل كتيرة جدا زي ما شفنا دلوقتي القطن وغيرها، حاجات كتيرة كده بتعبر عن فرحة المصري وفرحة الفلاح أصبحت كده كل ما نسمعها أيقونة في كل موسم للحصاد سواء للقطن او غيره من المحاصيل ومصدر كده للبهجه ما بنتهيش ابدا خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن تاريخ الموسيقى والاغاني في حياه الفلاح ده طبعا بمناسبه عيد الفلاح من الناقد الفني محمد دياب اللي منورنا في الاستوديو صباح الخير على حضرتك اهلا وسهلا صباح الخير يا فن. الاغاني والموسيقى ليها تاريخ طويل وليها جزء مؤثر قوي في حياه الفلاح المصري يمكن لان كان مرتبط المحاصيل وموسم الحصاد بموسم الزواج عند الفلاح فكان بيبقى في اغاني خاصه سواء لتيسير عليهم العمل اثناء العمل او بقى الفرحه اللي بتحصل بعد الحصاد والخير والرزق الوفير اللي بيبقى موجود نعم اكيد يعني العمال والفلاحين دايما محتاجين حماس ان هم يغنوا اثناء عمليه العمل او الحصاد يعني وكان بيبقى في اغاني مثلا زي في في اغنيه شعبيه مثلا مشهوره يا حلوه ضم الغله سبله وسبله ويلا لما بيجمعوا القمح وغنتها فاطمه عيد مع ان هي في الكلور يعني حرفيا يعني واغاني تانية كتير لكن نقدر نقول مع بدايات القرن العشرين اول من غنى للفلاح اعتقد مع تطور الشعر الغنائي كان الشيخ سيد درويش آه من خلال المسرح الغنائي في بدايات العشرينات آه يعني ايام ثوره 19 تحديدا آه هنلاقي مثلا هو عامل غلوه الفلاحه اللي هي حلاوه ام اسماعيل في وسط عيالها طبعا زي النجفه تلعلط بجمالها تزرع آه وتقلع في الغيط وهي راجلها نعم الله ينور عليك <applause> كمان الحلوه دي قامت تعجن في البدريه برغم ان هو لحن العمال الصنايعيه يعني بس هو بادئ برضو بالفلاحه اللي بتصحى الصبح عشان تعجن آه الـ الـ وتخبز لبيتها آه آه عمل غنوه عن الزبده الفلاحي غنتها طبعا آه منيره المهديه وغنوه للاولى للاناوي كمان دول عملهم بمناسبه انه المصريين وقتها قطعوا البضائع البريطانيه فكان بيقول المصريين اشتروا الزبده بتاعت بلدكم وقرش بلدكم يروح لخير بلدكم مش للاجنبي يا سلام يعني فانطلقت بقى بعد كده تطور بقى الغناء يعني مثلا الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب آه عمل محلها عيشه الفلاح طبعاً, طبعا من اجمل الاغاني بيرام التونسي ولو ان وقتها سخروا من الاغنيه يعني ان الفلاح حلو وقتها طبعا احنا بنتكلم الفلاح في الثلاثينات كان حاله سيء جدا فانه مش الفلاح عايش في نعيم زي ما الغنوه بتقول يعني م. ومع ذلك هو عمل طبعا اللي زرعته البرتقال كمان <متحدث> أه وعمل كمان احلى انشوده القمح الليله اللي تعيده طبعاً. طبعا في اواخر افلامه كانت جميله جدا شاركته فيها الغناء احلام المطربه الكبيره طبعا أه بالنسبه مثلا القطن نلاقي احنا سمعنا نورت قطن محمد صادق دي كمان من اجمل الاغاني اتعملت عن القطن وقعدت تقدمها الموسيقار علي اسماعيل في فيلم الارض أه كمان للمخرج يوسف شاهين سنة سنه 69 ده فيلم كمان مهم جدا علامه من العلامات البارزه جدا اللي بتقدم لنا حياه الفلاح المصري وكفاحه كمان فكره الكفاح هنا حضرتك قلت نقطة مهمة جدا هي الاغاني دي مصدر للبهجة ومصدر للحماس والكفاح اللي, اللي قدمه الفلاح المصري في فصول التاريخ اه المختلفة. احنا كمان بنشوف الفيلم ابو سويلم آه في اخر الفيلم آه وهو بيتشبث آه في الارض وفي الزرع مم. وعلى خلفية اغنية الارض لو عطشانا نرويها بدمانا باصوات الفلاحين مش الفيلم ده عظيم الحقيقة مم. يعني طب حركة آه. قبل الفصل على طول كنا بنشوف كده ام كلثوم وهي بتغني للقطن وأستاذ محمد يبقى لنا معلومه مهمه جدا نسمعها منك دلوقتي انه ام كلثوم في الحقيقه وهي طفله صغيره كانت بتجني محصول القطن وكانت بتوفر في يعني مليمات لاسرتها آه عشان حياتها آه. واسرتها نعم. هنا ارتباط حياه الفنان مش بس بالغنى لا بحياته بالارض الفنان كان مرتبط زي ما بيقولوا كده مشدود للارض مش بس غنى لا ده حياه كمان نعم أكيد مم. أكيد الغنوة كانت في فيلم عايدة والمخرج بدر الخير الحقيقة قدم حاجة جميلة إنه نشوف أم كلثوم واقفة بتجني القطن وهي حقيقة كانت بتجني القطن وهي طفلة مم. وبتغني للقطن المصري مم. طبعا أم كلثوم صوت مصر الحقيقة يعني الصوت مم. العظيم صوت العرب كلهم يعني أه إحنا بنشوف الغناء للمحاصيل تحديدا يعني إحنا عندنا طبعا قلنا القمح أه القمح أهم محاصيل عندنا القمح والقطن طبعا مم. أه في كمان انشوده القطن غنتها نادره في فيلم انشوده الفؤاد او الفيلم غنائي سنه 32 الحان برضو الشيخ زكريا احمد والشاعر خليل مطران في كمان يا ابو اللبابيش يا قصب يا ابو اللبابيش آه. يا قصب اه قصب السكر برضه لابنودي وبلي حمدي نعم من فيلم شيء من الخوف يعني التركيز آه. كان على المحاصيل الاصليه اللي بتشتهر بيها كانت آه. الزراعه في الوقت ده يعني عندنا شاديه مثلا زفه البرتقال <applause> آه طب واستوى على الشجر مليخ آه حمدي والابنودي طبعا وعنب بلدنا والله ما سمريتي عنب بلدنا نجي وندهلك يا اهل بلدنا يعني إحنا بنحييها جدا الفنانة شاديه لانه وافقت انها تغني اغاني زي كده هي مطربه عاطفيه آه خاضت تجربه الغناء الشعبي معاهم كانت حاجه آه للليمون لو اه يا ليموني طبعا اه اه يا ليموني آه آه طبعا تقول آه دي كانت في فيلم قلوب العذاره يعني لولا القمح ما كانت حياتنا ولولا القريه ما تعيش المدينه لآخره يقول الراوي يوم الحصاد اغنيه غنوه جميله جدا يعني آه احنا كمان عندنا آه آه في غنوه جميله جدا عملها الشيخ سيد مكاوي زرع الشرائي, زرع الشرائي. اختلفوا ايدانك واكبر يا زرع الشرائي ده صباحك منور يا والخير في اللسائي مم. المجموعه بتغنيها للشاعر فؤاد قعود الحياة أغنية عظيمة يعني دي من أجمل الأغاني اللي تعبر عن الفلاح المصري يعني كمان الشيخ سيد مكاوي عمل للشاعر فؤاد حداد حيوا معايا الخطوات حيوا مصر الفلاحين تولد مصر الأسطوات حيوا معايا الخطوات ودي قدمها سنة 71 بمناسبة الانتهاء من بناء السد العالي في حفله اللي في اسوان وحضر الرئيس السادات والزعيم الروسي خروتشوف أغنية <applause> جميله جدا الحقيقه <applause> حصل تطور في طريقه الغنى من الغنى لعيشه الفلاح البسيطه وللمحاصيل ليه بعد الثوره لما يعني الفلاح بقى عنده الارض وبقى عنده الفز يعني الفدادين الخاصه به فدادين خمسه غناها العزب يعني في تاريخ من خلال الاغاني اللي تقدمت نعم <applause> احنا طبعا عيد الفلاح 9 سبتمبر ده اليوم اللي صدر فيه قانون الاصلاح الزراعي سنه 1952 يعني بعد قيام ثوره يوليو باقل من شهرين وتم توزيع الرئيس جمال عبد الناصر وزع عقود الفدادين الخمسه على الفلاحين بنفسه يعني نعم. في صور معروفه طبع. طبعاً. آه فتم اختياره يبقى ده يوم عيد الفلاح المصري آه طبعا آه كارم محمود غنى إدّتني الثورة خمس فدادين بعد كده لما اتعملت فرقة رضا في نهاية الخمسينات استعراض عملوا فدادين خمسة لاستعراض اللي عمله الفنان محمود رضا آه جميل جدا يعني بعدين احنا بنلاقي عاد تقديمه الفنان العزبي ولا انا متلخبطة عاد تقديمه كمان محمد العزبي آه لا هي بتاعت محمد العزبي فدادين خمسة معمولة له لكن في غنوة تانية خمس ده كارم محمود ده كارم محمود دي كانت اول مصادر قانون الاصلاح الزراعي لكن فرقه رضا تاسست 58 تقريبا 59 مم. فمحمد العزبي مم. طلع معاهم وعملوا الغنوه دي وعملوا لها استعراض راقص وتصور للتلفزيون مع مع احنا بنقرح كده لتاريخ التحولات كلها في الريف نعم. المصري وفي المجتمع المصري نعم. وده هيخليني نسأل حضرتك بعين بقى الناقد هنا إلى أي مدى احنا عندنا فكرة التوثيق لهذه الأغاني؟ يعني هل الأغاني دي موثقة في كتب موثقة بشكل سمعي وبصري؟ يعني المكتبة الخاصة بأغاني الفلاحين عندنا إسهامات كده زي ما بيقولوا نقدية وتوثيقية ليها ولا لأ؟ لا الحقيقة أنا ما صادفتنيش دراسات عن أغاني الفلاحين للأسف <applause> يمكن الأغاني اللي بتتغنى في الريف لكن الأغاني اللي عملها الفنانين المحترفين في الإذاعة أو في السينما او في المسرح ما افتكرش انها موثقه يعني لم يصادفني اطلاقا دراسه بقى. عن الاغاني اللي اتقدمت زي كده يعني انا لما كلموني امبارح على الفقره يعني فعلا اكتشفت ده يعني لما حاولت اشوف هل في حاجات كتب اتعملت او ابحاث او بتاع للاسف ما كانش فيه يعني محتاجين بقى يشتغل على الموضوع ده جدا اكيد اكيد لأيدي. لكن زي ما الاستاذة تفضلت انه فعلا بعد الثورة حصل تحولات احنا بقينا بالذات مع صدور قوانين الاشتراكية وما قبلها ايضا يعني هنلاقي التحولات بقى في الغنى للعمال والفلاحين بقى شيء اساسي وصعود نجم المطرب الراحل محمد رشدي في بدايه الستينات خصوصا في خوض تجربه الغناء الشعبي غناء الفلاحين والعمال مع الشاعر عبد الرحمن الابنودي والموسيقار بريخ حمدي اسمر اعمال كثيره جدا مهمه يعني تجربه كبيره يعني طبعا عندنا مثلا تحت السجر يا وهيبه طبعا. دي عبد العظيم محمد الليل بيجينا على البيوت وعلى الغيطان يعني م -م. في تعبيرات اجمل من كده في غير تحت يا وهيبه في كمان يا قمر والمانجا طابت على السجره دي يعني بيقول كان في ولد مالوش بلد غير عيون حبيبته الناعسه راح وجاب المهر لعروسته ويركب الخيل والعصا يعني <applause> حاجات الحقيقه يعني خصوصا تجربه الاستاذ الابنودي يعني عايز اقول مثلا الاستاذ الابنودي اول غنوه تتغنى له كان قصيده عاميه نشرها في نشرها له الشاعر صلاح جاهين في الاهرام كان عن دوده القطن انه بيطالب الفلاح ان هو ينقذ القطن المصري من الدوده ويكافح الدوده وكذا والاذاعه اختارتها واتلحنت وتقدمت في الاذاعه حتى من غير ما هو يعرف يعني فبالذات الاستاذ الشهر الكبير صع... الشاعر الكبير عبد الرحمن <applause> العمودي احنا بنقدم تحيه كبيره لروحه الحقيقه لانه هو كان رائد في المجال ده <applause> يمكن النهارده ما لحقناش نتكلم عن الافلام لكن لحقنا نتكلم عن الاغاني هنحتاج يمكن بارت 2 او الجزء الثاني نقدر نتكلم فيه احنا سعيدنا بوجود حضرتك معانا الناقد الفني محمد دياب نورتنا وشرفتنا شكرا, شكرا لكم نورتنا كنت. وشرفتنا استاذ محمد ومستنيين بقى كتاب كده قريب ان شاء, إن شاء الله, الله لانه في زي ما حضرتك قلت نقص في الكتب والتوثيق الخاص باغاني الفلاحين مستنيين من الناقد محمد دياب كتاب عن اغاني الفلاحين نورتنا وشرفتنا وصباح الخير على حضرتك مشاهدينا دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لاهم الانباء مع دينا اتفضلي يا دينا شكرا لك من التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الاخبار من التلفزيون المصري اهلا بكم توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة الى ابطال مصر في دورة الالعاب البارالمبية باريس 2024 الذين رفعوا اسم مصر عاليا في الفعاليات الدولية واكد الرئيس السيسي ان نجاحات ابطال مصر مثلت علامه مضيئه للبلاد واثباتا ان المصريين قادرون دوما على التحدي وتخطي الصعاب مثمنا عزيمتهم واصرارهم اللذان يعتبر مبعث فخر لابناء الوطن عقد وزير الخارجيه والهجره وشؤون المصريين في الخارج بدر عبد العاطي جلسه مباحثات موسعه مع عبد الله بن زيد النهيان نائب رئيس الوزراء ووزير خارجيه الامارات، وذكر المتحدث باسم وزاره الخارجيه ان الوزير عبد العاطي اعرب عن تقدير مصر الكبير للعلاقات المتناميه بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات، وزياده وتيره التنسيق والتشاور رفيعه المستوى تجاه القضايا الاقليميه والدوليه ذات الاهتمام المشترك، وتناول الوزيران التطورات الخاصه بالقضيه الفلسطينيه والازمه في قطاع غزه. حيث أشار الدكتور عبد العاطي إلى مواصلة مصر جهودها المكثفة مع مختلف الأطراف المعنية في المنطقة لحثهم على حتمية عدم التصعيد وضبط النفس وذلك للحفاظ على أمن واستقرار ومصالح شعوب المنطقة ولتجنبيها الانزلاق إلى حلقة مفرغة من المواجهات والعنف واتصالا بالوضع في لبنان فقد أكد وزير الخارجية على دعم مصر الثابت لأمن واستقرار لبنان اعرب رئيس الوزراء ووزير الخارجيه الفلسطيني محمد مصطفى عن تقديره الموقف المصري خلال الازمه الراهنه من خلال موقفها الحاسم بشان منع تهجير الشعب الفلسطيني من ارضه منعا لتصفية القضية الفلسطينية جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير إيهاب سليمان سفير مصر في رام الله مع رئيس الوزراء الفلسطيني وأثمن محمد مصطفى دور المحوري الذي تطلع به مصر منذ بداية الأزمة الذي يمثل استمرارا للدور التاريخي الذي تلعبه مصر بشأن القضية الفلسطينية وكذلك القيام بجهود كبيرة من خلال الوساطة لوقف إطلاق النار فضلا عن إغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة استشهد اربعه فلسطينيين واصيب اخرون فجر اليوم في قصف اسرائيلي استهدف منزلا لعائلة حجاب في مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما استهدفت غارات أخرى مبنى البريد بمخيم نصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين. وفي وقت سابق فجر اليوم كانت مصادر طبية قد أفادت باستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة سبعة آخرين في قصف إسرائيلي. استهدف منزلا شرق مخيم وسط القطاع. اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي مدينه كرم ترافقها اليات عسكريه واوضحت مصادر فلسطينيه ان جرافات اسرائيليه شرعت في تجريف البنيه التحتيه وسط تحليق مكثف لطائره استطلاع على ارتفاع منخفض تزامنا وايضا دارت اشتباكات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال التي اطلقت الرصاص الحي والقنابل الصوتيه أعلنت وكالة الأنباء السورية سانا مقتل خمسة أشخاص في استهداف نقاط عدة بريف حماة وسط سوريا وأوضحت سانا أن نحو خمسة عشر غارة إسرائيلية حتى الآن استهدفت المنطقة الوسطى مشيرة إلى أن حريقا كبيرا نشب في منطقة حيرة عباس بريف حماة جراء العدوان الإسرائيلي ارتفع عدد ضحايا الاعصار رياجي في فيتنام الى 24 قتيلا واصيب 299 جراء الاعصار وما تبعه من انهيارات ارضيه وفيضانات في شمال البلاد وقالت حكومه فيتنام ان الاعصار تسبب في تعطيل امدادات الكهرباء والاتصالات في عده اجزاء من البلاد وحذرت وكاله الارصاد الجويه من حدوث المزيد من الفيضانات والانهيارات الارضيه ختام موجز التاسعة فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر النهارده بنحتفل بعيد الفلاح اللي ليه دور كبير في تحقيق التنميه المستدامه في المجال الزراعي وطبعا مع تدشين الجمهوريه الجديده في خطوات مهمه من الدوله تم اتخاذها لدعم الفلاح وده ضمن خطه دعم ملف الزراعه لتحقيق اقصى انتاجيه ولتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل. هي من قطاع الزراعة قطاع مهم وحيوي جدا من قطاعات الاقتصاد المصري النهارده عيد الفلاح دور كبير كمان بتلعبه الدولة في توعية المزارعين يعني تحقيق استفادة أكبر من الزراعات مواجهة الآفات توفير الأسمدة والمبيدات دور مهم جدا لرفع الكفاءة الخاصة بالأرض الزراعية في مصر تفاصيل أكتر مع دكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشؤون الاقتصاديه بوزاره الزراعه اللي منورنا ومشرفنا في صباح الخير يا مصر صباح الخير يا دكتور صباح الخير يا صباح الخير قطاع الزراعه بيمثل حوالي 15% من الانتاج الاجمالي القومي في اكثر من حوالي 9 مليون مواطن بيشتغلوا في قطاع الزراعه اهميه هذا القطاع وما تم تحقيقه فيه خلال السنوات الماضيه تمام وطبعا احنا في البدايه بنقدم التهنئه للفلاح المصري في عيده وعلى الدور الكبير اللي بيقوم به على مر العصور في تحقيق التنميه الزراعيه وتوفير الامن الغذائي للساده المواطنين وتوفير الانتاج للتصدير للخارج والمساهمه في يعني في القيام بالاعمال الزراعيه والمرتبطه بقطاع الزراعه فالفلاح المصري يعني له دور كبير جدا في تحقيق التنمية الزراعية وتحقيق التنمية في جمهورية مصر العربية بشكل عام فاحنا بنتاز هذه الفرصة ونقدم له التهنئة والتحية ليه وكل الفخر والاعتزاز بالفلاح المصري طبعا زي ما سيادتك عارف يعني نتيجه الجهود اللي بتبذلها الدوله وبيشارك فيها طبعا الفلاح المصري ان احنا الحمد لله يعني عندنا اكتفاء ذاتي في العديد من السلع الزراعيه الهامه زي الارز زي الالبان الطازجه لحوم الدواجن قربنا على الاكتفاء ذاتي من الاسماك بيض المائده جميع انواع الخضروات والفاكهه الحمد لله عندنا اكتفاء ذاتي يعني عندنا انتاج اكتفاء ذاتي وعندنا فائض بيتم تصديره للخارج يعني تجاوز العام الماضي اكثر حوالي 7.5 مليون طن فكل ديت انجازات كبيره جدا بيشارك فيها الفلاح المصري و ف... يعني وبتوفر فرص عمل كتير وتوفر الغذاء للساده المواطنين على مدار العام بجوده عاليه وسعر مناسب في مشروعات قوميه مهمه كانت مخصصه لدعم الفلاح وزياده انتاجيه الارض يمكن الفتره الحاليه شفنا كتير من المشروعات لو حضرتك تقول لنا جزء منها وتقول لنا وصلنا لاي مرحله ويعني وسيادتك يكلمنا في البدايه على مشروعات التوسع الافقي احنا الحمد لله في الوقت الحالي شغالين في عده مشروعات بالتوازي في وقت واحد عندنا مشروع الدلتا الجديده عندنا مشروع المليون ونص في المليون في الدام عندنا تشكى الخير شرق العوينات وسط وشمال سيناء الوادي الجديد كل هذه المشروعات القوميه الكبرى بتستهدف اضافه للرقعه الزراعيه حوالي من 3.5 ل 4 مليون فدان يعني بتفوق ما تم اضافته الرقعة الزراعية خلال ستين سنة الاخيرة لكن م. انت تتخيل ان احنا في العشر سنين الأخيرة دول كده شغالين بنستصلح في أراضي زراعية بالتوازي في وقت واحد مشروعات مختلفة بتضيف الرقعة الزراعية اكثر ما تم إضافناه في الستين سنة الاخيرة وهذه المشروعات طبعا بتقوم بي في تحقيق الامن الغذائي زي ما احنا عارفين وايضا يعني مشروعات متكامله انتاجيه زراعيه صناعيه خدميه متكامله والهدف الاساسي منها ايضا ان احنا نهتم بالفلاح المصري احنا طبعا عارفين ان فيه في كثافه في الريف وفي تكدس وفي تفتت حيازات فهذه المشروعات بتساهم بشكل كبير ان احنا ننقل جزء من الكثافه السكانيه الموجوده في الريف الى هذه المشروعات القوميه الكبرى بحيث يبقى نزود الانتاج ومساعات ومساحات واسعه ونوفر فرص عمل وحياه كريمه للساده المواطنين ايضا هذه المشروعات بتساهم في زياده الصادرات الزراعيه لان احنا بنقدر ان احنا ننتج فيها انتاج نظيف وننتج فيها الانتاج في المواعيد المناسبه للاسواق العالميه وزي ما قلت حضراتكم بتوفر فرص عمل كبيره جدا وايضا بنصنع يعني بنحاول بقى نخفض الفاقد اللي كان بيتم في المنتجات الزراعيه نتيجه ان احنا بنصنع المنتجات الزراعيه في هذه الاماكن فبالتالي بنخفض الفاقد من ناحيه ونزود القيمه المضافه من ناحيه اخرى ونوفر السلع على مدار العام باسعار مناسبه للمواطنين. <applause> ملف الزراعة التعاقدية واحد من أهم الملفات اللي بتهتم بها الدولة الفترة الأخيرة إيه المقصود بالزراعة التعاقدية ودورها في تعظيم الإنتاجية في هذا القطاع؟ تمام هو طبعا سيادتك الزراعه التعاقديه من اهم المزايا او من اهم السياسات اللي اتخذتها الدوله في الفتره الاخيره يعني وتقدمها كهديه للساده المزارعين احنا طبعا ان المزارع يعني كان من اهم المشاكل بتقابله تسويق المنتجات بتاعته صحيح فالزراعه التعاقديه بتضمن للمزارع ان بيسوق المنتج بتاعه قبل ما ينتجه ان قبل ما ينتج عارف ان انا هسوق المنتج بتاع لمين وبسعر كام فببقى عارف ان انا وايه درجه الجوده اللي مطلوبه مني فببقى عارف قبل ما انتج المنتج بتاعي خلاص سوقت المنتج بتاعي فالزراعه التعاقديه بتضمن سعر عادل للمزارع وسعر ايضا مناسب للمستهلك وبتضمن للمزارع انه سوق المنتج بتاعه في التوقيت المناسب وما يعاني من مشاكل التسويقيه اللي كانت بتتم قبل كده ومن خلال احنا الدولة بتعمل يعني اسعار ضمان وبتكون عادلة بتاخد في الاعتبار تكاليف الانتاج والاسعار العالمية والعائد المنافسة بحيث اوفر للمزارع عائد مجزي واساعده في تسويق المنتجات بتاعته وفي نفس الوقت بوفر المنتجات سواء للتصدير او للمصانع اللي شغالة على التصنيع الزراعي فهي منظومة متكاملة بتحقق مصالح المنتج والمصدر والمستهلك والمصنع في وقت واحد الواحد بيبقى حيران الفلاح يتخذ قرار الزراعه ازاي؟ يتخذ قرار زراعه واحد من المحاصيل الاستراتيجيه اللي بتبقى مهمه ولا يتجه لزراعه مثلا نباتات عطريه ذات عائد كبير ومادي مربح ولا يشتغل او يزرع حاجه من الحاجات اللي هي بتبقى قائمه على استصلاح التربه او انه بيبقى فيه بعض النباتات بتقوم مثلا بالنيتروجين فيكسيشن او بانها بتصلح من التربه نفسها في حد ذاتها فتدي في الموسم اللي بعده انتاجيه اعلى الفلاح بيتخذ القرار ازاي بص حضرتك احنا يعني كدوله محتاجين كل هذه المحاصيل، يعني احنا محتاجين محاصيل استراتيجيه عشان نعمل امن غذائي، محتاجين نباتات طبيه وعطريه عشان نعمل احلال محلي واردات ونزود الصادرات، محتاجين ان احنا نزرع محاصيل بكليه بحيث زي ما سيادتك قلت ان احنا نثبت النيتروجين في التربه ونفيد المحاصيل القادمه، لكن السياسه الزراعيه في جمهوريه مصر العربيه وزاره الزراعه والصحه الأراضي بنوجه الساده المزارعين للمحاصيل اللي ترغبها الدوله في لكل مرحله لها ظروف بتاعتها. يعني مثلا في مرحله من الوقت من الاوقات في مشكله في القمح على مستوى العالم فبنشجع المزارعين ان هو يتوسع في زراعه القمح ما بفرضش عليه بس انا بحط له سعر مجزي قبل ما عاد الزراعه بوقت كافي واعلن عنه فهذا المزارع فكره الزراعه في احواض تاني وتقسيم الـ 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 الاراضي الزراعيه يعني ده هتبقى مخصصه لزراعه كذا ده هيبقى مخصص لزراعه كذا ده يزود الانتاجيه ويزود كمان الربحيه للفلاح هو طبعا سيادتك الدوره الزراعيه يعني بشكل كبير بتساهم في أنها يعني تجمع المساحات اللي هي القسمية ديت في في حوض واحد ويزرعوا محصول واحد م. فده بيسهل عملية الخدمة وعملية الحصاد وبيع المحصول بشكل جماعي وبيزود إنتاجية زي سيادتك قلتي وإحنا في هذا الإتجاه في حاجة عندنا اسمها الحملة القومية للنهوض بالمحاصيل الإستراتيجية زي محصول القمح وزي محصول الذرة الشامية بنراعي فيها هذه العملية إن إحنا بنعمل حاجة اسمها تجمعات إرشادية فكل مثلا مجموعة من المزارعين بنشجعهم جنب بعض مثلا عشرة فدان او اكتر في مزارعين متجاورين مع بعضهم بنحاول نعمل هذه الارض نزرعها بشكل جماعي ونطبق فيها الممارسات الزراعيه الجيده وتبقى تجربه بنقول لهم يا جماعه ادي الزراعات التجميعيه هي كلكم مع بعض وفي حوض واحد هتشوف المزايا اللي حصلت من هذه الزراعات التجميعيه بتخفض تكاليف الانتاج بتزود الانتاجيه بتوفر يعني في الميه بت يعني لها مزايا كبيره فاحنا متجهين ان احنا نتوسع في الزراعات التجميعيه بحيث نتغلب على مشكله التفتت الحيازي وزي ما قلت سيادتك احنا بقى بنشجع المزارعين بنوجههم من خلال السياسه السعريه والحوافز الغير سعريه فانا بعلن سعر مجزي فالمزارع بيضرب بيعمل حساباته لو زرعت قمح هيكسبني قد كده، لو زرعت منجر هيكسبني قد كده، لو زرعت نبات طبيه وعطرية هيكسبني قد كده والتسويق بتاعه والحاجات طيب. دي كلها، ف من خلال هذه السياسات بالاضافه طيب. ايضا بوفر له الاسمده الكيماويه باسعار مدعمه بوفر له طيب. ومس... آه... الالات الزراعيه طيب. بردك اللي بتقوم بعملية الخدمه وتجهيز الارض الزراعه والحصاد باسعار مخفضه. طيب. يعني المنظومه الزراعيه في مصر لم تعد منظومه تقليديه، احنا بنشوف دلوقتي ربط مباشر بالتكنولوجيا ومهم جدا التطور اللي بيعيشه الفلاح الفتره الاخيره كارت الفلاح كارت ميزه الشمول المالي القدره على صرف كل المبيدات والاسمده المطلوبه لمواجهه الافات بشكل يعني تكنولوجي متطور اهميه ادخال او الميكنه او التطور التكنولوجي في حياه الفلاح طبعا هو لا شك يعني له اهميه كبيره جدا هو بيحاول يعني بنحاول ان احنا نوفر كل الخدمات الزراعيه للسادة المزارعين عن طريق هذا الكارت كارت ميزه اه كارت ميزه يعني فهذا الكارت بيتوفر له عليه يعني من خلاله يقدر يستطيع يصرف الاسمده بتاعته ما حدش يقدر يصرفها من غيره كان قبل كده ممكن يبقى فيه تلاعب الاسمده ما توصلوش التقاوي الجيده ما توصلوش الخدمات المختلفه ما توصلوش وحاجات زي كده لكن من هذا الكارت ومن خلال التحول الرقمي ان احنا قدرنا نوفر وكل الخدمات اللي احنا عاوزين نوفرها لسادة المزارعين بشكل مباشر بدون أي وسيط وبدون ما حد يعني يستغله أو يعني يبقى في عمليات تلاعب فاحنا بنحاول نتوسع يعني خلاص تم توسع بشكل كبير تغطية معظم المزارعين يعني بنسبة كبيرة جدا بهذه الخاصية بحيث نضمن وصول الخدمات الزراعية للمزارعين ومستحقيها في التوقيت المناسب. ملف المية ده واحد من الملفات شديده الاهميه نظرا لندره المياه في العالم كله نظرا ل يعني انخفاض مستوى نسبه الفرد في او حصته في المياه في مختلف اماكن في العالم وكمان احنا عندنا خطه ان احنا بنتوسع في الاستصلاح الزراعي فعايزين نحافظ على كل نقطه مياه عندنا ونستخدمها الاستخدام الامثل يمكن الراي الحديث اعتقد بيفرق جدا خصوصا ان برضه في خطه قوميه لاستخدام الراي الحديث بشكل مختلف تمام هو طبعا سيادتك احنا يعني موضوع المياه ده يعني من اهم الموضوعات طب. علي راس اولويات القياده السياسيه وجميع والحكومه وجميع الوزارات ومنها وزاره الزراعه وصحه الاراضي ووزارة الرأي لما احنا طبعا سيادتك يعني نصيب الفرد من حصه مصر من حصه مصر من مياه نهر النيل حوالي 500 متر مكعب في السنه فاحنا تحت خط الفقر المائي وطبعا عندنا طموح كبير جدا ان احنا نتوسع في استصلاح الاراضي سواء توسع افقي او توسع راسي فده بيحتم علينا ان احنا يعني نستفيد بكل نقطه مياه فده جاي ان احنا عندنا يعني خطه شامله ان احنا بادئين من الترع فاحنا في تطوير الترع فده بي بطريقه التبطين بتاعها فده بيخفض الفاقد اللي كان بيفقد سواء بالضرب بالجو او بالحشائش كانت بتبقى في الترع في مشروع ايضا اخر اسمه تطوير الري الحقلي ده بنطور القنوات والمسائي في مشروع اللي هو تطوير نظم الري الحديثه إن احنا توسع بقى كنا بنظم الغمر والنصب التقليديه ديت لا بنستخدم نظم الري الحديثه اللي هي نظم الرش بالرش والتنقيط فدي مستهدفين ان احنا نتوسع فيها وفرلات التمويل المناسب وبدون فايده يعني بدون فايده ويسدد قرض على عشر سنوات وهذا المشروع يعني مجدي جدا للساده المزارعين والجمهوريه مصر بشكل عام بالنسبه لمصر هنوفر في الميه بالنسبه للمزارع هيزود الانتاجيه وهيزود دخله ونحسن مستوى معيشته ايضا إحنا برضك بنهتم بالاصناف الجديده اللي هي بتاخذ احتياجات مائيه اقل وفي نفس الوقت تدي انتاجيه مرتفعه وتتحمل الظروف المناخيه ده بالتنسيق بقى مع مين مع وزاره الزراعه ولا معاهد البحوث الزراعيه ولا مع مين مع الزراعه الصحراويه يعني في حاجات كتير ومختلفه اه ما هو بص سيادتك مركز وزاره الزراعه تحت منها مركزين بحثيين اللي هو مركز بحوث الزراعيه ومركز بحوث الصحراء هذه المراكز بتعمل تحت مظله وزاره الزراعه فاحنا كلنا كده في وزاره الزراعه قطاعات وزاره الزراعه مراكز البحثيه بنعمل في اتجاه واحد وتحت مظله واحده وزي ما قلت سيادتك احنا اه في بقى بننتج الاصناف الجديده اللي هي عاليه الانتاجيه وبتاخد احتياجات مائيه اقل وبتقعد مده قصيره في الارض ايضا ان احنا بنتوجه ان احنا نخفض مساحه المحاصيل الشرهة للميه يعني مثلا الموز بيستهلك كميات مياه كبيره فاحنا بنحافظ على المساحه صحيح. بتاعته نحاول ما فيه في الاراضي الجديده الارز بيستهلك كميات من المياه كبيرة فاحنا ماشيين في اتجاهين ان احنا بننتج اصناف جديدة بتاخد احتياجات مائية اقل وتقعد وقت قليل في, في الارض وفي نفس الوقت عاوزين نكتفي بالمساحه اللي هي حوالي مليون و الف فدان او 76 الف فدان دي تحقق الامن الغذائي وتوفر اكتفاء ذاتي في مصر وبالتالي ارشد استهلاك مياه الرعي واستخدامها في, في دي اصلاح اراضي, أراضي كبيره آه. ثمار يا آه. دكتور وايضا الصوب الزراعي صوب الزراعية الزراعي ثمار للبحوث العلميه يعني في آه. استخدام لمناهج علميه في الزراعه بشكل كبير جدا ونتائج البحوث اللي احنا بنشوفها في المعاهد التابعه لوزاره الزراعه عايز اسال حضرتك فيما يتعلق بالصناعات الزراعيه لان احنا شفنا الفتره الاخيره طفرات كبيره جدا في هذا المجال تمام. الصناعات اللي بتقوم على الزراعه شفنا مراكز لانتاج الالبان دعم كمان للثروه الحيوانيه صناعات اخرى تتعلق بالزيوت وغيرها اهميه هذا الجانب في تعظيم الاستفاده من القطاع الزراعي في مصر تمام وطبعا سيادتك طرحت نقطه مهمه جدا هي نقطه يعني تصنيع الزراعي احنا في الوقت الحالي يعني احد اهداف الاستراتيجيه التنميه الزراعيه المستدامه 2030 ان احنا نتوسع في التصنيع الزراعي ولما من مزايا كثيره جدا زي ما سيادتك عارف ان احنا يعني بنزود القيمه المضافه يعني بدل ما المنتج يبقى خام وبيعه خام او على المستوى المحلي او اصدره في الخارج فبالتالي انا مصنعه فبزود القيمه بالمضافه بتاعته الناحيه الثانيه بطول عمره فبالتالي يبقى انا بدل المنتج بستهلكه على مدار العام بنتجه في توقيت معين لا فانا بعمل له عمليه تصنيع وحفظ فبالتالي اقدر استهلكه على مدار العام فده بيساعدني ان اعمل استقرار على مدار العام في الاسعار بوفر فرص عمل للمواطنين بخفض الفاقد الكبير اللي كان بيتم في المنتجات الزراعيه وخاصه الخضر والفاكهه يعني الطماطم بيبقى كتير البطاطا البطاطس بعض الكوسه الخضروات المختلفه والفاكهه كان فيها فاقد كبير فالمعمله عمليه تصنيع مباشر عقب الحصاد فبالتالي بخفض الفاقد اللي كان بيتم يعني مفقده من هذه المنتجات وطبعا زي ما سيادتك في دلوقتي في طلب كبير متزايد جدا سواء على المستوى المحلي او على المستوى الخارجي على المنتجات الزراعيه المصنعه يعني المرأة العاملة دلوقتي ما بقاش عندها استعداد تروح البيت بقى تقعد تقطف ملوخية وتقعد مش عارف تقشر بطاطس والحاجات دي وبسلة لا, لا دلوقتي المرأة العاملة بتخش على طول تفتح التلاجة جايبة كيس الخضر المشكلة أو الملوخية الجاهزة أو الحاجات الجاهزة دي أو البطاطس تقليها على طول مباشرة ففي طلب متزايد على المستوى المحلي وعلى المستوى العالمي وعلى وفي صادراتنا الحمد لله في طلب عليها متزايد على الصادرات الزراعية وخاصة اللي هي المصنعة والمجففة والمحفوظة اكيد يعني احنا سعدنا بوجود حضرتك معانا وضحت لنا كثير من النقاط الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشؤون الاقتصاديه بوزاره الزراعه شكرا لوجود حضرتك معانا شكرا يا فندم محمد شكرا نورتنا وشرفتنا دكتور نروح مع حضراتكم لفاصل سريع ومن بعده نستكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر ناس كتير ما بياخدوش بالهم من الاضرار اللي بتكون ناجمه عن الاطعمه اللي بترفع نسبه الكوليسترول في الدم وفي الجسم بتاثر طبعا تاثير مباشر على القلب احيانا بتؤدي الى مضاعفات كبيره جدا احنا في غنى عنها لو عرفنا نظبط نظامنا الغذائي وعرفنا ايه هي بعض الاطعمه والاغذيه اللي ممكن تزود نسبه الكوليسترول الضار لانه فيه كوليسترول نافع ومفيد للجسم بيحتاجه مهم جدا وفي كوليسترول ضار بنحاول نتجنب الاطعمه اللي بتزودها منه ايه هي الاطعمه اللي بترفع نسبه الكوليسترول وبتهدد القلب ازاي اتخلص من الكوليسترول دي كلها تساؤلات مهمه هنجاوب عليها في فقرتنا النهارده مع الدكتور محمد صبري الحداني استشاري امراض القلب بمعهد القلب القومي يا دكتور اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بحضرتكوا صباح الخير صباح النور يا فندم طيب بدايه كده ازاي نفرق ما بين الدهون الصحيه والدهون غير الصحيه زمان كان اهلينا بياكلوا زبده وسمنه وحاجات كويسه جدا وبعدها قعد الناس تقول لنا لا بطلوا خدوا زيت كويس وخفيف كلنا زيت حصل لنا مشاكل ورجعنا تاني ناكل زبده وسمنه مين ياكل ايه وناكل انهي زيوت ونستخدمها ازاي وهل هي مفيده بالنسبه لنا ولا لا ده مدخل ممتاز جدا يعني هو المشكله بدات من النقطه دي فعلا هو يعني من بدايات القرن ال19 وكان اغلب الامراض كانت كلها امراض يعني ما قبل ذلك يعني كانت امراض ليها علاقه بنقص التغذيه الاصابات حاجه زي كده انما بدات تظهر الامراض القلب الحديثه مع ظهور اطعمه وظهور يعني سلوك غذائي مختلف خصوصا يعني في امريكا يعني ومن هنا بدات ابحاث بيحاولوا يدوروا على اسباب زياده امراض القلب طبعا الابحاث دي كلها كانت يعني رايحه في اتجاه بتتهم الدهون الطبيعيه اللي هي الدهون الحيوانيه والدهون الـ 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 المشبعه العاديه يعني وتناست خالص ان بقى في اطعمه دخلت كانت زياده في السكريات وزياده في الزيوت اللي هي المصنعه والدراسات مشيت وقتها الاتهام الزيوت الحيوانيه يمكن في 2014 يعني الدراسات الحديثه بقى اثبتت ان ان المشاكل كلها كانت جايه في من اتجاه السكر واستخدام السكريات والنشويات والكربوهيدرات بصوره عاليه جدا من الدهون والزيوت المصنعه وبرأت الدهون الحيوانيه من تهمه الاصابه بامراض القلب والشرايين والسكتات الدماغيه م. يمكن دي بدايه تاريخيه كده مشكله والديبيت والخلاف الدائر دايما على مين متهم في اصابات القلب والتصلب الشرايين وامراض ضغط الدم هل الدهون الحيوانيه ولا السكريات والزيوت المصنعه دكتور محمد دايما لما بنعمل تحاليل الكوليسترول ويقولك لك عينك على الكوليسترول لازم تحافظ على مستوى معين عشان ما يتسببش في امراض للقلب بشكل كبير عايزين نفرق ما بين الكوليسترول النافع والكوليسترول الضار لانه في نسبه كوليسترول نافع المفروض تبقى عاليه لجسم الانسان وتتفاوت طبعا على مستوى العمر يعني الفرق بينهم ايه وازاي اعظم من الكوليسترول النافع واتجنب نسبه الكوليسترول الضار. طبعا الكوليسترول ده من يعني هو مكون اساسي لحاجات مهمه جدا في الجسم منها الهرمونات الكورتيزون الالدوستيرون بيخش في جدر الخلايا ليه حاجات ليه منافع مضاده للالتهاب فالكوليسترول نفسه هو عنصر مهم جدا لكن المشكله فين؟ المشكله في زي ما احنا قلنا في المقدمه العوامل الداخله او سوء استخدامنا احنا لبعض الاغذيه زي السكريات والمواد الملهبه والمقليات هي دي اللي بتبدا تغير في طبيعه الكوليسترول. الكوليسترول ده بيتشال على نواقل اللي هي الـ اللي هي ال دي اللي هو الكوليسترول اللي هو منخفض الكثافه واللي بنقول عليه الضار وال اتش ال؟ الاتش دي ال اللي هو اللي بنقول عليه الكوليسترول النافع. طيب ايه اللي بيخلي ال دي ال ده بيسبب مشاكل في جسم الانسان نتيجه ارتفاع السكر والسكريات اللي هي حتى لو مريض مش مريض سكر ممكن بيرتفع السكر لفتره معينه. ده بيعمل التهابات وبيغير من طبيعه ال ال بالظبط وزياده جلديه تصبغات يعني بيحصل حاجات كتير بالظبط فال أه. ال دي ده بيبدا هو والكوليسترول يترسب في الجدر بتاعه الشرايين ويؤدي الى انسدادات ويترتب عليها مستقبلا إيه سكتات قلبيه وسكتات دماغيه وجلطات وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم وفي نفس الوقت الاتش دي ال، الاتش اللي احنا بنقول عليه الكوليسترول النافع اللي هو زي ما بنقول ان هو بي يعني بيبدا يجمع الكوليسترول الزائد م. عن حاجه الـ الـ الجسم وبيبقى حامل لبعض الفيتامينز والمكونات المهمه لجسم الانسان. طبعا نقصه خلاص ده بيؤدي الى ان يعني مشاكل وبيؤدي لزياده نسب الاصابه بامراض القلب في مقابل ونسبته مع ال دي هي الاهم في الموضوع مم. يعني احنا النسب بتاعه الكوليسترول ونسب الاتش دي مقارنه بال دي ال دي النسب دي كلها مهمه في تحديد الـ 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 الانسان هيبدا حي يصاب بمشاكل في القلب مم. ولا لا في عوامل خطوره معينه مثلا لو كان مدخن هذا الشخص او مصاب بارتفاع ضغط الدم او غيره دي بتعظم او بتكتر شويه من فرص الاصابه لا قدر الله بالجلطات او السكتات الدماغيه. آه طبعا يعني هو آه طبعا في حاجه اسمها متلازمه الايد او الميتابوليك سندروم اللي بيبقى فيها الـ الدهون الثلاثيه عاليه والضغط والسكر يعني المريض بيبقى عنده بيبقى قليل. آه طبعا التدخين، العادات الغذائيه السيئه دي رقم واحد يمكن تيجي في المقدمه آه عدم ممارسه الرياضه والمجهود البدني. كل العوامل دي بتؤدي ان ان الانسان يبقى عرضه لاصابه بامراض القلب والكوليسترول يعني الكوليسترول يبدا يبقى آه يعني مهدد آه لصحته آه وخاصه وخاصه نركز على قصه عدم ممارسه الرياضه لان واحد من سبل العلاج ان ان الرياضه في حد ذاتها اليوميه ممكن بتؤدي تؤدي الى آه ضبط مستويات الكوليسترول في الدم <applause> دكتور مؤخرا انتشر فكر ان الدهون الصحيه بالعكس دي حاجه كويسه وخلينا نحاول نزود فيها وبقى في انظمه غذائيه قائمه اصلا على زياده نسبه الدهون يعني مثلا زي الكيتو دايت اللي بيبقى عايز ناس تقل في الوزن او يبقى عندهم مقاومه انسولين او في بعض يعني انواع السكر في المراحل الاولى بيلجاوا ليه انهم يزودوا الدهون ويزودوا البروتين ويشيلوا النشويات خالص وبقى في سيستم كده خدوا افوكادو علشان في الدهون عاليه اسماك اللي هي فيها الدهون عاليه زيوت زي, زي زيت ال الزيت الحار بتاعنا اللي هو الزيت السبت زيت وغيرها محاولة ان احنا نستخدم الحاجات اللي فيها نسبة الدهون عالية ولكن هي صحية هل نقدر فعلا نعمل كده ولا ده ترند من الترند اللي بتطلع كل شوية وفي الاخر احنا اللي هنجني ده على صحتنا خلينا نقول ان الاستخدام او الا 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 استعمال النوعية دي من انواع الدايتس في مقابل ان احنا بنقلل او بنمنع النظم الغذائيه الضاره يعني خلينا نقول احنا يعني يعني على مدار التاريخ الناس بتستخدم الدهون الحيوانيه بس امتى ظهرت المشكله مع يعني ظهور الاطعمه اللي هي الجانك فودز والنسب العاليه من السكريات اللي الانسان بقى ياخدها يمكن الطفل الصغير دلوقتي اللي بياخده في حياته في اول مثلا 3 4 سنين يمكن نقول ان هو قد ممكن بالغ خده في حياته في ازمنه قبل كده صحيح. يعني دا على مدار السنين للسمنه كمان ويتأدي للسمنه بشكل كبير على كل فاحنا ان احنا ان الواحد ياخد لازم غذائه يكون متكامل لازم هيبقى فيه دهون طبيعيه لازم هناخد الاطعمه زي الخضروات اللي هي مليانه الانتي اوكسيدنت اللي هي مضادات الاكسده اللي موجودة في في الخضروات وفي الفاكهة يعني لازم هيبقى ده مصدر من مصادر العلاج قبل ان هو يبقى غذاء يعني الدهون المشبعة من مصادرها الطبيعية يعني بنسب معقولة دي جزء من الغذاء اللي احنا اللي بيفسد المعادلات دي هو وجود مثلا الحاجات اللي هي زي الصمن الصناعي، الزيوت الصناعية آه السكر الابيض النشويات من مصادرها يعني المصنعه بالظبط انما إن احنا مش بنقول ان الكربوهيدرات ما ناخدهاش بس ناخدها من المصادر الطبيعيه ونقلل من المصادر المصنعه والمشروبات الغازيه مليانه بالسكريات وال والعوامل الضاره يعني. طب نروح للعلاج المصابين بارتفاع الكوليسترول في الدم في ادويه لضبط الكوليسترول والخفض نسب الكوليسترول بيلجا اليها المرضى وتبقى ادويه اعتقد زي المرض المزمن زي مريض الضغط يعني ما ينفعش يسيبها لازم يستمر عليها لفترات طويله او طول العمر يعني. مدى فعاليه هذه الادويه ومدى كمان الحديث عن انه من يتناول ادويه الكوليسترول فيه شكاوى او كلام عن انه بيصاب بوهن ما في العضلات انها بتاثر على صحته بشكل عام مدى حق حقيقه ده علميا يعني طيب خلينا نقسم كده اللي احنا الناس اللي عندهم ارتفاع في الكوليسترول مم. ممكن يكون انسان طبيعي وعنده ارتفاع في الكوليسترول فاول حاجه هننصحه بيها ان هو الرياضه الاكل الصحي ونحاول نحاول نزود من مجهود اليوم طيب ممكن يكون المشكله جينيه ممكن التراجل او الكوليسترول ده زايد نتيجة حاجة وراثية ودي ساعتها يعني بنلجا لادوية حديثة شوية وفي منها كتير تحت التجارب ودي ممكن تكون قصة مختلفة نسبيا لكن بتؤدي لتصلب مبكر للشرايين التاجية. الشائع يعني ايه بقى ان احنا مريض مثلا عنده سكر او ضغط او مصاب بامراض في القلب وكوليسترول عالي طبعا اضافة ان احنا هنبدا النوعيه دي من من النصايح الخاصه بالتغذيه والرياضه هنروح بعد كده للجزء العلاج التدخل العلاج بقى يعني. اللي هي اه التدخل بالعلاج سواء الاستاتنز او العائلات دي طبعا في جزء من الناس بيجي له زي تكسير في الجسم او بيحصل صحيح. الم في العضلات فاحنا في اربع عائلات تقريبا من من الادويه اللي بتنزل الدهون يعني بنبدا الاول الستاتين دي هي المتهمه الاولى بموضوع تكسير العضلات دون احنا بنحاول نوصل لاقل جرعه لو م. حد اشتكى من الشكوى دي بنوصل لاقل جرعه ما تسبب لناش الاعراض دي م. لكن لو المريض خلاص احنا انا مش قادر ساعتها لازم بنعمل شفت على نوع تاني من انواع او عيله تانية من خافضات الدهون ونبدا ناخد منها جرعات مختلفه لحد ما نوصل للتارجتس بتاعتنا من خفض الكوليسترول. م. طبعا في مع ارقام متزايده من الكوليسترول احيانا الحاجات اللي هي العلاج التقليدي وان كان هو نافع في يعني نسبه هي النسبه الاغلب من الاصابه بارتفاع الكوليسترول في ادويه حديثه بدات تبقى موجوده في الـ في الـ في, آه في السوق الطبي يعني آه بتبقى عن طريق حقن بتتاخد مره او مرتين في الشهر بتعمل خفض آه يعني آه عنيف لنسب الكوليسترول وخصوصا مع الناس اللي عندهم آه جزء جيني او مش مستجيب للادويه التقليديه مم. اذن يعني الوقايه خير من العلاج بدل ما ندخل في قصه ادويه اعتقد ان احنا لما ناكل حاجه متكامله نستمتع بالطعم الجميل اللي ربنا يعني يسره لنا وفي نفس الوقت نقدر ان احنا نحافظ على يعني الطبيعي بحيث ان احنا ما نخرجش ونضطر من السياق ونضطر نلجا للادويه يعني احنا سعدنا بوجود حضرتك معانا النهارده حضرتك نورتنا وشرفتنا الدكتور محمد شكرا. صبري استشاري استشاري امراض القلب معهد القلب القومي نورتنا شكرا لوجود حضرتك معنا نورتنا وشرفتنا يا دكتور شكرا. شكرا. وصلنا مع حضراتكم لنهايه حلقه النهارده من صباح الخير يا مصر شكرا ليك يا منا وشكر موصول لحضراتكم جميعا بكره ان شاء الله نشوفكم في نفس الميعاد صباح الخير على حضراتكم وصباح الخير يا مصر